بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن موضوع لطيف شوية، و يعني في رأيي أنا هو أبسط من السلة بكتير، لكن بعض الناس بتستصعب الموضوع نتيجة إن الأناتومي هنا يعني إلى حد ما يعني معقد حبتين. لكن once you know the anatomy الباثولوجي سهل جدا بالنسبة للبترس. فهنركز في النص الأولاني على الأناتومي، وبعدين هنديلكوا استراحة، وبعدين نكمل في الباثولوجي بعد كده. بقى أنا في رأيي إن البترس بون علشان تعرف تقراها كويس لازم تكون معمولة كويس، يعني البداية بتبتدي من عند التكنيشن اللي هو بيعمل الفحص، وأهم حاجة في القضية كلها هي ضبط المريض، إن المريض وهو نايم على التربيزة يكون نايم سيمتريك، ما يكونش ملوي شمال ولا يمين. والحاجة اللي تالي كده هو الفيلد اوف فيو، إنك أنت تستخدم فيلد اوف فيو يكون يتناسب مع الأناتومي اللي أنت عاوز تشوفه. الحاجة اللي بعد كده انك تستخدم سلايس سيكنس مناسب، الاتنين ملي في كل الاجهزة متاح وسهل ويؤدي الغرض. سلايس سيكنس كل اتنين ملي ينفع يتعمل بالسبايرال سيتي، ينفع بتعمل بالمالتي ديتكتور سيتي. رابع واحدة بقى مهمة جدا هي اختيار الويندو بتاع التصوير. فاحنا المفروض نصور البتروس بالويندو بتاع البون الجوريزم هاي ريزوليوشن، وبعدين اصور السوفت تيشو عشان اشوف السيريبيلو بونتاين انجل والكلام ده كله بالطريقه العاديه بتاعت البرين. موضوع حقن الصبغه في رايي انا مش مهم خالص في البترس بون الا في يعني نقطه او نقطتين هنقولهم دلوقتي، لكن انا رايي انك انت ما تبتديش البترس بحقن الصبغه، تبتدي البترس بعمل اكزل وكورونا من غير صبغه، وبعدين نشوف اذا كان المريض ده هيبقى محتاج صبغه ولا مش هيبقى محتاج. ان ممكن في 95% من الحالات ما يكونش فيه خالص داعي لحقن الصبغه، لكن الترند بتاع زمان اللي احنا طلعنا عليه ان هو مريض بترس يبقى خلاص تك تك صبغه صبغه، واحنا ما بنستفدش بيها في حاجه خالص. اما المريض ينام برضو في نقطه مهمه للناس اللي عندها مالتي ديتكتور، يا ريت ما يكونش الكورونال ريكونستراكشن، يكون الكورونال دايركت، يعني ما تعملش اكزل وبعدين تعمل كورونال ريكونستراكشن، لان في حاجات في الاناتومي بتروح وفي حاجات في الباثولوجي بتطلع هيزي وحاجات زي كده. فيبقى احنا اتفقنا ان المريض هينام سيمتريك وتبذل مجهود انت بنفسك لو كان ممكن في انك انت تظبط المريض، لان ده هيبقى ريفلكتد على الانتربريتيشن، وبعد كده تختار الفيلد اوف فيو وتنقل البون والسوفت والكلام اللي احنا قلنا عليه. المريض وهو نايم على ظهره يعني سوباين، بناخد الليفل بتاعنا عند البيز بتاعة البترس بون اللي هو الاتنين بترس سوبر امبوزد على بعض في المنطقة دي، وبنفضل طالعين من تحت لحد فوق خالص لحد البترس ما تخلص. اي مقاطع بعد كده ملاش اي قيمة، لان احنا بنشوف ناس تاخد من بق العيان والفارنكس وبتاع والبترس وبعدين يطلع في البرين والكلام ده كل ده ما ملوش لازمه. انت تركز في الحته دي، تمشي كل 2 مللي وتصور الصور، اند ذس از ذا اكزل ايمج. لما تقلب العيان في الكورونال هيبقى البترس الاثنين سوبر امبوزد على بعض في الحته دي، فتبتدي من ورا وتطلع لقدام لحد لما تخلص المنطقه دي برده كل 2 مللي، اند ذس از ذا اكزل ايمج اند ذس از ذا كورونال ايمج. اول صوره بتطلع لك بتعرف على طول اذا كان العيان دوت سيمتريك ولا لا، فبدل ما تكمل الفحص كده وتطلع بقى انت مش عارف تقرا حاجه، لان السيمتري مهمه جدا في الانتربريتيشن، ممكن ترجع تظبط العيان وتكمل بعد كده. احنا علشان نسهل القضيه فاحنا عندنا ثلاث اقسام في الاير، الاكسترنال والميدل والانر، وكل واحده من دولت فيها اناتوميك ديتيلز، اقلهم طبعا وابسطهم هي الاكسترنال، واكثرهم واعقدهم هي الانر اير. لو احنا بصينا على الرسمه اللي حضراتكم شايفينها، ذس از ذا اكسترنال ديتري كانال، وزي ما انتم شايفين في جزء منها كارتيلاجينس وفي منها جزء عظمي، وتنتهي بالتيمبانيك ميمبرين او الاير درام، والاير درام مشدود على عظم يعني داير، عارف انت الطبله فيها بتاع فخار كده عارف، ومشدود عليها جلده.
الدايره الفخار اللي من بره ديت اسمها ده تمبانيك انيولس، اللي هي العظم اللي مشدود عليه الاير درام. والتمبانيك انيولس ديت زي ما انت شايف بيكون ليها بروز هنا وبروز هنا، البروز اللي فوق دوت اسمه ديسكيوتم، وده كان زمان مهم ودلوقتي مهم في الامتحانات بس، لكن هو مش مهم قوي في الـ في الانتربريتيشن. لكن ان يصير ديسكيوتم اللي هو الحته اللي فوق من الاير من التمبانيك انيولس. وزي شايف انت طبعا اللي ورا الاير درام هو الميدل اير كافيتي، والميدل اير كافيتي بيبقى جواه الاوسكلز، والاوسكلز اللي هم هنجيب سيرتهم بالتفصيل دلوقتي. لكن عاوزك تعرف ان المسافه او السبيس اللي هو ما بين الاوسكلز وما بين السكيوتم اسمه ذا بروساكس سبيس، اسمه ذا بروساكس سبيس، وهو ده المكان الرئيسي اللي بتطلع فيه الكوليستياتوم زي ما هنقول بعد كده. وده عشان كده في البلين اكس راي وفي التوموجرافي والكلام ده كان علامه الكوليستياتوما ان السكيوتم اتقرض. ليه؟ لان الكوليستياتوما طلعت في الحته ديت اللي احنا سميناها دلوقتي البروساكس سبيس، وقريبه جدا من السكيوتم اللي هو عظمه رفيعه جدا وصغيره جدا سهله قوي انها تتقرض. فانت لما تعمل اكس راي ما كانش عندنا بقى سي تي والكلام ده، وكان عندنا حاجه اسمها هايبو سايكولويدال توموجرافي. انت عارف التوموجرام ان الانبوبه تروح كده وتيجي كده فتاخد صوره، عارفين الكلام ده ولا ما كانش على ايامكم؟ مفيش؟ ايه يا جماعه؟ طيب ما علينا. انت عشان ما في اجهزه فيها توموجرافي دلوقتي. المهم انت دايما عن ترابيزه الاشعه العاديه، لو انت اتكيت على الكوبس هتاخد اكس راي عاديه، لكن لو كانت الانبوبه بتروح وتيجي فدوت اسمه توموجرام. الهايبوسايكولويدال بقى الانبوبه ما كانتش بتروح وتيجي، كانت بتلف كده علشان تعرف تاخد مقطع صغير قوي وواضح جدا في الودن. وكان طبعا وهم بقى من هنا لبكره تقعد تقول اللي مش عارف الايه وراكبه عفريت والكلام ده. الحمد لله خلصنا احنا من الموضوع. المهم احنا ايام زمان برضو لما كان في بعض الناس عارفه ايه هي البترس وبعض الناس مش عارفاها، فكان يجي اللي مش عارفها للي عارفها يقول له ممكن تقول لي كلمتين، يقول له انت عارف ايه هو البروساكس سبيس، يقول له لا، يقول له طب خلاص الاول تقرا بقى وبتاع وبعدين تبقى تيجي تشوف انا يعني انت مستواك ضحي عشان مش عارف ايه هو البروساكس. فاحنا حلل للقضيه دي كلها. لو انت رحت لحد وقلت له علمني، اي هوب ان انت ما تروحش لحد ان شاء الله وما تحتاجش تقول له علمني البترس، يقول لك عارف البروساكس، تقول له طبعا ايه هو ده ما بين الاوسكلز وما بين الايه السكيوتم اللي هو المكان اللي بيطلع فيه مين ده كوليستياتوم. طيب برضو نكمل شويه هنا في الرسمه اللطيفه ديت. عليكم السلام. عندنا الميدل اير كافيتي از كونكتد تو ذا نيزوفارينكس عن طريق الاوستيكيان تيوب اللي حضراتكم شايفينها ديت كده، وبيفصل الاوستيكيان تيوب من مجرى تانية عظميه كده زي ما انتم شايفين، والمجرى التانية ديت هي اللي ماشي فيها ذا تنسور تمباناي ماسل. كل الكلام ده ممكن تشوفه في السي تي زي ما هوري لحضرتك دلوقتي. نبتدي الاول بالاكسترنال اير، والاكسترنال اير زي ما اتفقنا فيها جزء كارتيلاجينس اللي هو ده، وفيها جزء بوني اللي هو ده، وفيها تنتهي بالاير درام. ممكن انت لو فتحت الويندو شويه او بتاع ممكن تشوف الاير درام، كلنا شايفينه صح؟ And the ear drum is connected من فوق للسكيوتم وكونكتد من تحت لجزء من التمبانيك انيلس. And that's all بالنسبه للاناتومي اوف ذا اكسترنال اير، ما فيهاش اي مشاكل ولا تعقيدات ولا حاجه خالص. مش لازم تشوف الاير درام علشان تعرف ان الاكسترنال اير خلصت او كده، لكن ان انت عارف ان البروز الصغير دوت هو اسمه ده سكيوتم، وهو ده علامه الاتاتشمنت بتاعه الايه بتاعه الاير درام. خلص الاناتومي اوف ذا اكسترنال اير، شايف سهل جدا. تعال بقى للاناتومي اوف ذا ميدل اير. الميدل اير يا جماعه عباره عن كافيتي، والكافيتي دوت جواه الاوسكلز اللي هم الانكس والماليس والستيبس، وجواه شويه ماسلز ونيرفز. اند يو دونت سي ذا ماسلز اند يو دونت سي ذا نيرفز، كل اللي انت بتشوفه هنا هم بس الايه الاوسكلز. والميدل اير كافيتي اللي هو مرسوم هنا ده، ادي الاوسكلز هم اللي هم الماليس والانكس والستيبس. الميدل اير كافيتي جواه الاوسكلز وكونكتد لاربع حاجات. الحاجه الاولانيه لسه قايلينها دلوقتي ان هو كونكتد للنيزوفارينكس عن طريق الاوستيكيان تيوب، وان هو كونكتد للماستود انترم عن طريق الاديتس ادانترم هنشوفه دلوقتي،
وان هو كونكتد للفيستيبيول عن طريق الاوفل ويندو وكونكتد للكوكليا عن طريق الايه الراوند ويندو. كل دوت بيتشاف في الاشعه زي ما نشوف دلوقتي. الاناتومي بتاع الميدل اير يبتدي بانك انت تحط ايدك على ما يسمى بالايس كريم كون. ايه هو الايس كريم كون؟ هو المقطع اللي فايت في الماليس والانكس. الاول الاناتومي بتاع العظم دوت الماليس اللي هي اسمها المطرقه. المطرقه ليها راس وليها ايد. ف this is the head of the malleus and this is the handle of the malleus. الانكس اللي هي اسمها السندان. صح؟ حد عارف يعني ايه سندان؟ سندان ما فيهاش مشكله دي صح؟ طيب السندان اللي هي المطرقه بتضرب عليه. ما شاء الله. طيب الانكس ليها 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 ثلاث اجزاء. نمره واحد the body of the incus وبعدين the short process and the long process. خلاص. وبعدين الايه الاستيبس او اسمها بالعربي الركاب وليها تو كرورة وليها فوت بليت. والفوت بليت ده هو اللي بيقفل الاوفر ويند. خلاص كده. طيب لو احنا خدنا مقطع هنا يبقى المقطع دوت فات في مين؟ في الهيد اوف ذا ماليس والبودي والشورت بروسيس اوف ذا انكس. اند ذيس از ذا ايس كريم كون. ده الايس كريم وده هوت الكون اهو. Then you look at the middle ear. اول ما تبص على الميدل اير then you identify the ice cream cone. فين هو بقى الايس كريم كون؟ اهو اللي هو ده. هتلاقي كره صغيره representing the head of the malleus وبعدين مثلث كده كبير شويه representing the body and the short process of the incus. بين الاثنين دولت مفصل اسمه ده انكودو ماليال جوينت او ماليو انكودال جوينت ما تفرقش. هو جوينت موجود ما بين الاثنين متشاف برضو هنا زي ما حضراتكم شايفين كده في خط رفيع صغير ما بين الاثنين اسمه انكودو ماليال جوينت. يبقى انت لما جيت في الميدل اير كافيتي رحت عامل ايه؟ باصص على الايس كريم كون عشان تعرف الاناتوم. فعرفت ايه بقى؟ عرفت ان دوت اسمه الهيد اوف ذا ماليس وعرفت ان دوت اسمه ذا بودي اند ذا شورت بروسيس اوف ذا انكس وعرفت ان المفصل اللي ما بينهم دوت اسمه ايه؟ انكودو ماليال جوينت. هذا العظم موجود جوه كافيتي اسمه ذا ميدل اير كافيتي. مش العظم دوت موجود جوه الميدل اير صح كده؟ واحنا قلنا ان الميدل اير كونكتد تو ذا ماستويد عن طريق الايه الادسس اد انترال. فين الماستويد؟ ادي الماستويد. اكبر اير سيل في الماستويد اسمها ذا ماستويد انترال. ذا ماستويد الانتري يعني بتاع الماستويد. الميدل اير كافيتي از كونكتد تو ذا ماستويد انترال عن طريق الممر الضيق دوت اللي هو اسمه الادسس اد انترال. يبقى احنا شفنا دلوقتي اول كونكشن من الميدل اير للماستويد اللي هو the adductus ad antrum ده بيؤدي الى the formation of figure of eight اللي هي بالانجليزي في بقليله هنا وفي constriction هنا وفي بقليله ثانيه هنا. And this is the figure of eight. Once you see the ice cream cone فانت المفروض عرفت الجماعه دول. ايه هم الجماعه دول؟ الايس كريم كون اهو، الانكس اهي، الماليس اهي، الادتس اد انترم اهو، المستويد انترم اهو، انكودو ماليال جوينت اهو. خلاص كده؟ يبقى انت دلوقتي عرفت كام اناتومي؟ ست او خليهم خمس عشان الايس كريم كون هو الانكس والماليس مع بعض. طيب افرض انك انت عاوز تشوف بقيه الاناتومي اللي في الميدل اير، يا اما تطلع فوق يا اما تنزل تحت، فانت الاول تنزل تحت وبعدين تطلع فوق. لو نزلت تحت انت كنت هنا عند الايس كريم كون. لو نزلت تحت فانت بتقطع في العظمتين دول اللي هم ايه بقى؟ اللي هم the handle of the malleus و the long process of the incus. صح كده؟ then if you look to this الصوره دهيت هتلاقي كورتين. خلاص كده؟ اللي قدام فيهم تبع مين؟ الماليس، واللي ورا فيهم تبع الانكس. يبقى ده ذا هاندل اوف ذا ماليس وده هوت الايه؟ ذا لونج بروسيس اوف ذا انكس. صح كده؟ كويس قوي. طيب تعالى افرض انت عاوز تشوف الاستيبس تعمل ايه؟ لو انت عاوز تشوف الاستيبس الاول تحط ايدك على اللونج بروسيس اوف ذا انكس. صح كده؟ تمشي وراه هتلاقي الاستيبس. then ادي الهاندل اوف ذا ماليس وادي اللونج بروسيس اوف ذا انكس وادي الاستيبس اللي هي دي. شايف انت الثمانيه اللي عامله كده ديت؟ اند ذيس از ذا اوفل ويندو الحته دي.
بس احنا في الغالب بنشوف الاوفال ويندو في الكورونال احسن منه في الاكزل. بس هي دي بس احنا لما نيجي نصور البترس ما بنصورش بالويندو ده اللي هو فاتح قوي بحيث انك انت تشوف الاستيبس ان يو كانوت سي في الويندو العادي. لكن لو انت عاوز تشوفها تفتح الصور شويه وتمشي ورا اللونج بروسيس اوف ذا انكس ذن يو كان سي ذا ستيبس. طيب اذا لو احنا جينا بصينا على الميدل اير كافيتي اللي هو كده، الميدل اير كافيتي اللي هو تحت اللي المفروض يكون فيه هنا كورتين قصاد بعض، الكورتين دولت اللي هما الانكس والايه والماليس، الماليس من قدام والانكس من ورا. في الحته ديت في اناتومي تاني، والاناتومي دوت احنا بنشبهه برجل الجدع دوت اللي هو كلب البحر. لو انت بصيت كده دنيا كان سي ده بقه وديت راسه وديت رجله. خلاص كده؟ طيب الاول نمسك البق بتاعه. الحاجه اللي هي بتوصل الميدل اير كافيتي بالنيزوفارينكس اللي هي مين؟ الاوستيكين تيوب. And this is the Ostikian tube. لو انت ماشي كده this is the Ostikian tube. بعد كده كان في عضمايه بتفصل الاوستيكين تيوب من البجرة بتاعت the tensor tympani muscle. And this is the migra بتاعت the tensor tympani muscle. خلاص كده يا جماعه؟ طيب نيجي بقى للاناتومي اللي في الحته ديت كده. لو انت باصص لتحت هتلاقي حفره وحفره ومرتفعه. حفرتين ومرتفعه. خلاص؟ الحفره اللي جوه ديت اسمها ساينس تيمبانال. الحفره اللي جوه اسمها ذا ساينس تيمبانال. الحفره اللي بره ديت اسمها ذا فيشل ريسس. هيمشي فيها الفيشل نيرف لما يجي خارج من السكال. هنقول عليها بعد شويه. يبقى ساينس تيمباناي وفيشل ريسس، واللي في النص ما بينهم اسمه ذا تيمبانيك بيراميد. الهرم التيمبانيك. يبقى ذا تيمبانيك بيراميد ساينس تيمباناي. الساينس تيمباناي هو اللي بيطلع فيه كوليستياتوما رير اسمها ذا ساينس كوليستياتوم. لكن الكوليستياتوما الكومن اسمها دي اتيك كوليستياتوما اللي هي بتطلع في البروساكس سبيس. طيب نيجي هنا اهوت. لو احنا بصينا كده ادي الميدل اير اناتومي لحد دلوقتي. لما كنا عند الايس كريم كون شفنا ايه؟ ذا هيد اوف ذا ماليس، ذا بودي اند شورت بروسيس اوف ذا انكس، انكودو مانيال جوينت، ميدل اير كافيتي، اديتس اد انترم، مستويد انترم، مستويد اير سيلز. نزلنا لتحت شويه نيكان سي ذا اوستيكين تيوب، the head, the handle of the malleus, the longer process of the incus, حفرة الجوة اسمها sinus tympani, حفرة البرة اسمها facial recess, مرتفع في النص اسمه the tympanic berm. خلاص لحد كده؟ في اي حاجة مش متابعني؟ طيب هيباء طلعت لفوق بقى. اما انت الاول ابتديت الاناتومي من عند الليفل بتاع الايس كريم كون، وبعدين نزلت لتحت، وبعدين هتطلع لفوق. هتطلع لفوق مفيش حاجه، هتلاقي هواء موجود جوه الميدل اير كافيتي. الهواء دوت موجود في حته اسمها الاتيك، والاتيك دوت يعني صندره، والصندره زي ما انت عارف اللي هي الحته اللي بيخزنوا فيها مش عارف الاكل والحاجات زي كده جوه البيت. دلوقتي ما بقاش فيه طبعا الصندره موجوده في البيوت اللي هي يعني بتاعت ايام زمان لما كان فيه سقف مرتفع وكده، دلوقتي انت تمشي تخبط في السقف. المهم الحته اللي فوق ما فيهاش حاجه غير هواء. And this هواء is separated from the brain. الحاجه اللي بتفصل الميدل اير من المخ اسمها ذا تيجمنت امباناي. ذا تيجمنت امباناي هو اللي بيفصل الميدل اير كافيتي من البرين. والكوليستياتوما طبعا من الحاجات اللي بتغرض التيجمنت امباناي، تخش جوه البرين تعمل ابسس والكلام زي ما هنقول بعد شويه. اذا الميدل اير اناتومي بدايته عند الايس كريم كون، تنزل وتطلع. عند الايس كريم كون تلاقي الهيد اوف ذا مانيس، ذا بودي اند لوج بروسيس اوف ذا انكس، انكودو مانيال جوينت، ميدل اير كافيتي، اديتس اد انترم، مستويد انترم، مستويد اير سيلز. تنزل لتحت شويه تلاقي الاوستيكين تيوب، وتلاقي the handle of the malleus، وتلاقي the long process of the incus، حفرة الجوة اسمها sinus tympani، حفرة البرة اسمها the facial recess، هرم في النص اسمه the tympanic berm. تطلع لفوق تلاقي حاجة اسمها الاتيك مليانة هواء مفصولة من البرين بحاجة اسمها the tegment tympani. خلاص خلص بقى الميدل اير اناتومي. سهل. تعال بقى للجد اللي هو the inner ear anatomy. الانر اير زي ما حضرتك عارف فيها كذا ستراكشر. نمرة واحد الفيستيبيول اللي هو دوت كده، وبعدين السيمي سيركلر كانالز اللي هم التلاتة دول، وبعدين الكوكليا اللي هو دوت، وبعدين الانترنال ديوتري كانال، وبعدين الكوكليار اكويداكت والفيستيبيولر اكويداكت.
هنشوف الكلام ده كله في الصور اللي جاي. احنا اتفقنا ان الايس كريم كون هو العلامة بتاعتنا في الميدل اير. يعني عاوز تعرف الميدل اير اناتومي، تحط ايدك الاول على الايس كريم وبعدين تنزل لتحت وبعدين تطلع لفوق. اما العلامة بتاعتنا في الانر اير فهي السيم سيركلر كانال اللاترال. انت عندك ثلاثة سيم سيركلر كانال، كل واحدة ليها اسمين، بس احنا هنستقر على اسم واحد بس لكل واحدة. الواحدة اللي نايمة بالعرض ديت اسمها ده هوريزونتال او ده لاترال سيم سيركلر كانال، ده لاترال او هوريزونتال. الواحدة اللي ورا دهيت اسمها ده بوستيرير، والواحدة اللي فوق اسمها ده سوبيرير. يبقى في واحدة ورا بوستيرير، وفي واحدة فوق سوبيرير، وفي واحدة نايمة بالعرض كده اسمها ده لاترال سيم سيركلر كانال او ده هوريزونتال. بما ان هي الهوريزونتال يعني نايم افقي، فهي الوحيده اللي هتتقطع بالكامل في السكشن وانت بتاخد مقاطع في البترس. داني كان سي ذا لاترال سيم سيركلر كانال اللي هي الدايره دهيت كده اللي انا بشاور عليها. كل السيم سيركلر كانالز بتتشاف في السي تي عن طريق الفلويد اللي موجود جواها، مش عن طريق الجدار العظمي بتاعها. فانت هتلاقي السيم سيركلر كانال عباره عن دوريايه مليانه فلويد. اول ما تيجي تقرا الميدل الانر اير اناتومي تحط ايدك على اللاترال سيم سيركلر كانال. لو انت عامل الفحص صح وظابط الزاويه صح هيطلع اللاند مارك دي قصاد اللاند مارك الثانيه بالظبط، هتطلع الايس كريم كون واللاترال سيم سيركلر كانال في نفس المقطع. لو في اي زاويه مش مظبوطه هيحصل شويه ديستربنس في الاناتومي، بس انت مالكش دعوه، انت بتقرا الميدل لوحده وبعدين الانر لوحده. فلما تحط ايدك كده على اللاترال سيم سيركلر كانال تبقى عارف ان كل الكانالز بتفتح في فتحه اسمها الفيستيبيول. يبقى ده اول اناتومي عرفناه اللي هو ده فيستيبيول. بعد كده وانت بتاخد مقطع كده في اللاترال سيم سيركلر كانال هتشوف المفروض جزء من البوستيريور سيم سيركلر كانال، صح كده؟ And the posterior سيم سيركلر كانال is present posteriorly يعني الورا. فانت شايف في نقطة سودة هنا وفي نقطة سودة هنا، وهم دول تبع البوستيريور سيم سيركلر كانال. يبقى لما حطيت انت ايدك على العلامة بتاعتنا اللي هي ده لاترال سيم سيركلر كانال، شفت الفيستيبيول وشفت جزء من الايه؟ من البوستيريور سيم سيركلر كانال. طيب وده منظر اوقع شويه للي احنا بنتكلم اللي احنا بنقوله. ادي الايس كريم كون، وادي اللاترال سيم سيركلر كانال، وادي الفيستيبيول، وادي جزء من الايه؟ من البوستير سيم سيركلر كانال. ساعات لو المقطع ما فاتش كده بالظبط بتشوف النقطتين دولت بس، ان يو دونت سي ذس سيجمنت من الايه، بس انت عارف ان النقطتين دولت ريبريزنتنج ذا بوستيرير سيم سيركلر كانال. كويس. لو انت جيت على مقطع زي دوت كده، and this is the ice cream cone and this is the lateral same circular canal وده هوت the vestibule، والنقطتين السود دولت هم مين؟ the posterior same circular canal. طيب تعال نجرب مره تانية في الاناتومي، and this is الايس كريم كون زي ما انت شايف اهوت، وبعدين this is the lateral same circular canal and this is the vestibule and this is the posterior same circular canal. يبقى في المقطع دوت اللي كان سي ذا ميدل اير كافيتي، اي نعم. كان يو سي ذا ايس كريم كون، اي نعم. كان يو سي ذا ماستويد، نعم. لاترال سيم سيركلر كانال، بوستيريور سيم سيركلر كانال، انترنال ديتال كانال. خلاص كده يا جماعه؟ طيب عاوز انت بقى تشوف ذا سوبيريور سيم سيركلر كانال تطلع لفوق، عاوز تشوف ذا سوبيريور تطلع لفوق. طيب طلعت لفوق فخدت مقطع كده لقيت نقطتين اللي هم الرجلين بتوعه الايه؟ السوبير سيم سيركلر كانال اللي هي النقطه دي والنقطه دي، وبعدين كملت لفوق لقيت القبه بتاعه السوبير سيم سيركلر كانال اللي هو الخط ده. يبقى احنا دلوقتي شفنا الفيستيبيول وشفنا الايه؟ الثلاثه سيم سيركلر كانال، صح كده؟ وشفنا الانترنيتي كانال. باقي مين بقى؟ باقي الكوكليا وباقي الاكويدكس بتوعه اللي احنا قلنا عليه. طيب تيجي في الرسمه ديت، وبعدين احنا قلنا ايه العلامه بتاعتنا في الانر اير؟ هو ذا لاترال سيم سيركلر كانال. فين هي اللاترال سيم سيركلر كانال؟ دي. خلاص دي. امال ده ايه؟ سوبيرير، وده قصير، وده الستيبس، وده الانكس، وده المال. خلاص كده. اذا لو احنا جرينا خط كده الكوكليا اللي هي الدوريه دي بالنسبه لللاترال سيم سيركلر كانال تعتبر تحت. يبقى لو انا عاوز اشوف الكوكليا المفروض ان انا انزل لتحت عن العلامه بتاعتي.
ولو كنت هشوف جزء من الكوكليا فانا هشوف اعلى حته منها اللي اسمها الدوم، الدوم اوف ذا كوكلي. فلو احنا جينا بصينا هنا في السكشن ده، and this is the lateral semicircular canal، وده الفيستيبيول، وده البوستيرير، وده الانترنيتي كانال، and this is the dome of the cochlea. الدوم اوف ذا كوكليا بتبقى عامله زي البرنيطه تقريبا، شايف انت كده زي البرنيطه، وهتلاقي ان هي متوصله بخط جوه الانترنيتي كانال، لان ده المخرج بتاع الكوكليار نيرف. انت عارف ان الايتس كرينيال نيرف اسمه ذا فيستيبيولو كوكليار، عشان في واحد فيستيبيولر وواحد كوكليار. الكوكليار بيغذي الكوكليا، فهيمشي جوه الانترنيتي كانال، بيطلع من البرين ستيم ويمشي جوه الانترنيتي كانال، وبعدين يخرم الكانال ويروح عند الكوكليا. خلاص كده؟ يبقى اذا لما حد يقول لك ايه هو الخط ده تقول ايه؟ This is the cochlear nerve. The cochlear nerve. ومين الكرومبا او البرنيطه اللي فوق ديت؟ This is the dome of the cochlea. البرنيطه يعني راس الكوكليا من فوق. خلاص كده؟ طيب. نيجي نبص على المقطع دوت كده بعد التكبير. هل انت شايف الميدل اير كافيتي؟ اهو. ايس كريم كون؟ اهو. ماستويد؟ اهو. لاترال سيم سيركلر كانال؟ اهي. بوستير سيم سيركلر كانال؟ النقطتين دول. دوم اوف ذا كوكليا؟ اللي هو ده. خلاص؟ انترنيتي كانال اند كوكليار كوكليار نيرف اند ذا فيستيبيول. خلاص كده؟ معايا؟ انا عاوزك تصحصح عشان لا تضل الطريق. طيب افرض انت بقى شفت الدوم اوف ذا كوكليا، عاوز تشوف بقيه الكوكليا، تعمل ايه؟ تنزل لتحت. طيب احنا الاول نمسك الدوم اوف ذا كوكليا، اهي ادي الدوم اوف ذا كوكليا عامل زي البرنيطه وكوكليير نيرف، ده المقطع اللي فوق الاولاني. خدت بقى مقطع بعد كده، فانت بتقطع في نص الكوكليا، ده نص الكوكليا اسمه 1 اند هاف تيرنز اوف ذا كوكليا، ولفه لفه ونص من الكوكليا. لفة ونص من الكوكليا لما تقطعهم بيبقوا عاملين كده، عاملين زي طبق اللي فيه الأكل. يعني you can see this is one and a half turns of the cochlea. خلاص؟ نزلت لتحت بقى، then you can see the basal turn of the cochlea. And this is the basal turn of the cochlea، عاملة زي الدودة كده أو زي الموز. البيزل turn of the cochlea دي بتنتهي بفتحة اسمها إيه؟ The round window. صح كده؟ The round window. يعني كان نصي الفتحه نفسها، لكن بتعرف ان انت قربت منها بالهواء ده، والهواء دوت اسمه ذا نيش اوف ذا راوند ويند. ذا نيش اوف ذا راوند ويند. يبقى من تاني، اذا كنت عاوز تشوف الكوكليا انت بتشوف الكوكليا اعلى حته منها عند الاناتوميك لاند مارك اللي انت عارفها، اللي هي اسمها ايه؟ ذا دوم اوف ذا كوكليا. تنزل المقطع لتحت شويه، then you can see one and a half turns of the cochlea. تنزل لتحت شوية، then you can see the basal turn of the cochlea. The basal turn of the cochlea عند الجدع اللي هو كلب البحر ده، اللي هو كان فيه the Eustachian tube، وكان فيه the handle of the malleus، with the long process of the incus، والحفرة اللي جوه اسمها sinus tympani، الحفرة اللي بره اسمها fissure recess، والهرم اللي في النص اسمه ايه؟ the tympanic pyramid. صح كده؟ then لو انت بصيت هنا and you can see this is the lateral semicircular canal، فين الايس كريم كون؟ مش موجود. ليه؟ عشان الزاويه، زاويه الفحص اختلفت، خلاص مش هتشوف الاثنين مع بعض. But you can see the rest of the inner ear structures. This is the lateral semicircular canal، ده فيستيبيول، النقطه دي والجزء ده تبع البوستير semicircular canal، والخط دوت تبع الدوم اوف ذا كوكليا، والخط دوت اللي هو ذا كوكليار نيرف. نزلت لتحت شوية، then you can see one and a half turns of the cochlea، اللي هو الطبق واللي فيه الأكل. Okay. Then if you look carefully to this، you know which part of the cochlea is seen؟ This is the basal turn of the cochlea. And this is the basal turn of the cochlea، and this is what is known the niche of the round window. حفرة لجوه sinus tympani، حفرة لبره facial recess، هرم في النص تمبانيك بيراميد. مين دوت؟ نيش اوف ذا راوند ويندو. اوكي. نيجي بقى لنا حاجتين، اللي هو الكوكليير اكويدكت والفيستيبولار اكويدكت. الاول الانترنيديت كانال احنا شفناها قبل كده، اند ذس از ذا دوم اوف ذا كوكليا، وده الكوكليير نيرف، وده الفيستيبيول، وده اللاترال سينسيركيولار كانال، وده البوستير سينسيركيولار كانال، وده الايس كريم كون. الكوكليير اكويدكت زي الانترنيديتري كانال ولكن تحتها واصغر منها.
فلو انت نزلت في سيكشن لتحت هتلاقي فتحة كده تشبه الانتردد كانال بالظبط، ولكنها اصغر منها واضيق منها. Then you know that this is the cochlear aqueduct. The cochlear aqueduct. تيجي بقى للفستيبولار اكويدكت. الفستيبولار اكويدكت موجوده ورا البوستيريور سيمي سيركلر كانال. الفستيبولار اكويدكت موجوده ورا البوستيريور سيمي سيركلر كانال. الاول دوت مين الفستيبيول، وده هوت لاترال سيمي سيركلر كانال، والنقطتين دولت and this is the vestibular aqueduct. Vestibular aqueduct عباره عن قناه رفيعه جدا لا تزيد في الويدث بتاعها عن ملي ونص. لو زادت عن كده يعني بقت زي كده، شايف انت الفستيبولار اكويدكت هنا بقت كبيره قوي كده، دوت اسمه فستيبولار اكويدكت سندروم، من اشهر اسباب السنسوري نيورال هيرنج لوس. واحنا دايما كنا بنقول الجماعه بتوع الانف وزن عارفين الكلام دوت وبينبهوا علينا، لما يكون عيان عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس طبعا بتدور على اكوستيك نيوم، هي ديت اشهر حاجه. افرض ما لقيتش، فتبص على الفستيبولار اكويدكت، كلنا بننسى نبص عليها عشان تشوف اذا كانت فيها فستيبولار اكويدكت سندروم ولا لا. هتعرف السندروم ده ازاي؟ بان الفستيبولار اكويدكت بدل ما هي ملي بقت مثلا 3 ملي، بقت سنتي، زي ما هوريلك في صور بعد كده. طيب بالنسبه للجاجيلر فصة اللي هو فيه ذا انترنال جاجيلر فين، المفروض ان جاجيلر فوسا ده مفصول عن الميدل اير كافيتي بعظم. في بعض الاحيان العظم دوت ما بيكونش موجود، فلو كان مش موجود اسمه ديهيسنت جاجيلر بالب. كلمه ديهيسنت ديت هتقعد تسمعها كتير قوي في الودن. ديهيسنت يعني العظم مش موجود، خلاص العظم اللي موجود البوني ريدج اللي بتفصل حاجتين من بعض مش موجود. نون ديهيسنت يعني العظم موجود، يبقى جاجيلر بالب ديهيسنت، يبقى مفيش عظم بيفصله عن الميدل اير كافيتي. يعني اكسبكت طبعا البلسيشنز والتينتس ومش عارف ايه الكلام ده كله، وفي نفس الوقت الجراحه وانت بتشتغل في الحته ديت في خطوره انك انت تعمل انجري تو ذا جاجيلر بالب. طيب نيجي بعد كده بقى للفيشل نيرف والممر بتاعه خلال البترس. لو احنا شايفين الصورة اللي بالالوان ديت، فاحنا عندنا هنا هوت this is the brain stem، والبرين ستيم بيطلع منه 7 و8، الفيشل نيرف والفيستيبولو كوكيلر نيرف، وهما الاثنين بيمشوا في السيريبيلو مونتاين انجل وبعدين يخشوا جوه الانترديتي كانال وبعدين يبتدوا يطلعوا منها. الفيستيبولو كوكيلر عبارة عن برانشين، واحد فيستيبولر واحد كوكلير، والفيستيبولر عبارة عن برانشين، واحد سوبيرير واحد انفيرير. يبقى في كام نيرف دلوقتي جوه الانترديتي كانال؟ 4، اللي هو الفيشيال والفيستيبولار 2 والكوكلير، خلاص كده. في واحد خامس اللي هو الجريتر بتروزن نيرف which is a branch from the facial، بس ما بنشوفوش. الاربعه اللي بيتشافوا انسايد ذا انتيري كانال هم الاربعه اللي احنا قلناهم، فيشيال والكوكلير والفيستيبولار سوبيريور انفير. خلينا الاول في الفيشيال. الفيشيال نيرف لو انت شايف كده بيخش جوه الانتيري كانال وبعدين يخرج وبعدين يطلع لفوق لحد لما يوصل عند الجانجلين اللي اسمها ده جيسيريان جانجلين، ده جينيكليت جانجلين، وبعدين ينزل تاني. الطلعه والنازله ديت عامله زي الثمانيه كده، اند ذيس از ذا الثمانيه، اهي كلنا شايفين ادي الانتردتي كانال وادي الفتحه، مشت 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 بعدين طلعت فوق، هنا ده جينيكليت جانجلين وبعدين نزل تاني كده، خلاص. دي غير الفتحه بتاعه الكوكلير نيرف. الكوكليير نيرف الفتحه بتاعته بتبقى موجوده لما الدوم اوف ذا كوكليا تبقى موجوده في السكشن. معايا؟ طيب يبقى اذا لو حد شاور لك كده هتقول ان ده المكان بتاع مين؟ ده جينيكليت جانجلين اللي هي بتاعه الفيشل نيرف. طب الفيشل نيرف بعد كده هيروح فين؟ هيمشي تحت اللاترال سيركلر كانال، خلاص؟ وبعدين يروح فين؟ في الفيشل ريسس اللي هو رجل البره، وبعدين يروح فين؟ ينزل في الستايلوماستويد فريمن وبعدين يخرج بره السكال. هو ده الممر الاساسي بتاع الايه؟ بتاع الفيش. طيب الحاجات اللي من تحت بعضها بتتشاف في الكورونا الاحسن من الحاجات اللي هي جنب بعضها. اللي جنب بعضها بتشاف في الاكزيال واللي تحت بعضها بتشاف في الكورونا. فالحته اللي جنب بعضها اللي هي الثمانيه بتاعت الفيشن نيرف اللي هو الليمب ده وبعدين الجانجلين وبعدين الليمب ده، لما هيعدي من تحت اللاترسيم سيركلر كانال هتشوفه الكورونا الاحسن.
وبعدين لما يروح الفيش الريسيس تشوفه في الاكزيال، وبعدين لما يجي خارج من الستايلوماستويد فوريمن تشوفه في الكورون. خلاص كده. And this is the course of the facial nerve through the canal. ادي الانتيجريتي كانال، وادي التمانية بتاعه الفيشال نيرف. And this is الاسندنج ليمب، وده الديسندنج ليمب، وهنا هو الديجينيكيليت جانجليون، والمفروض ان هو هيمر كده وبعدين يعدي من تحت الايه اللاترال سيركيولار كانال. طيب لو انا عاوز اشوف النيرفز انسايد ذا انتيجريتي كانال، لازم ام ار، لكن في السي تي ما بتعرفش تشوفهم الا لو حقنت صبغه، طبعا يعني صبغه مع السي اس اف عشان تصبغ، بس طريقه عقيمه جدا. فانت في الام ار بتشوف النيرفز وهي ماشيه جوه الايه انتيجريتي كانال. في الغالب ما بتعرفش مين ده من مين ده، الاربعه مع بعض، لان الا انك انت تشوف الكوكليير نيرف مثلا ماشي كده ورايح ناحيه الايه ناحيه الدوم اوف ذا كوكلي. بس في طريقه كويسه انك انت تشوف بيها الفور نيرفز انسايد ذا انتيجريتي كانال، اللي هي الساجيتال ام ار اي. ساجيتال ام ار تي 2 ويتد ايمج، هتلاقي الانتيجريتي كانال عباره عن دايره، والدايره ده هي جواها سي اس اف لونه ابيض، وجواها اربع كور. الكورتين القريبين قوي من بعض دولت الفيستيبولر، السوبيرير فوق والانفيرير تحت. بعد كده الكورتين اللي بعاد عن بعض، الفيشال فوق اللي هو بيطلع قبل الثمانيه، وبعدين الايه الكوكلير من تحت. هنستخدم احنا القاعده دي بعد شويه عشان نعرف اذا كان في واحد منهم مش موجود ولا لا. الكورونال، ايه فايده الكورونال؟ الكورونال ليه فوائد كتيره جدا، من ضمنها انك انت تشوف التيجمنت امباناي، وتشوف الاوفال ويندو، وتشوف الفيشال نيرف، الحاجات الفيرتيكال اللي فيه. فاحنا قلنا ان التيجمنت امباناي كان باين في الاكزيال ولا مش كان باين؟ كان باين طبعا. بس انت عندك التيجمنت امباناي عباره عن اتنين، واحد قدام واحد فوق، مش البيراميد ده البيتروس عباره عن هرم ليه انتير سيرفيس وليه سوبير سيرفيس، صح ولا ايه؟ الانتيريور سيرفيس هو اللي بيتشاف فين في الاكزيال، والسوبير سيرفيس هو اللي بيتشاف في الكورون. بغض النظر، العظم دايما اللي بيفصل الهواء اللي في الميدل اير عن البرين اسمه ذا تيجمنت امباناي، سواء كنت في الاكزيال او كنت فين في الكورون. اذا ادي الميدل اير كافيتي اللي هو الحته دي، وادي التيجمنت امباناي، وادي الاوسيكلز، وده طبعا البروز الشهير اللي معروف باسم ايه؟ السكيوتم. السكيوتم والحته الهواء اللي ما بين السكيوتم والعظم بروس اكس سبيس. طيب تيجي بقى للمنظر دوت، الحته اللي انت شايفها دلوقتي هي ذا انترديتي كانال، والانترديتي كانال فيها بوني بروجكشن كده اسمه ذا كريستا ترانسفيرساليس، والكريستا ترانسفيرساليس هي اللي بتفصل ما بين الفيشل والاكوستيك نيرف. طيب الاوفال ويندو هو بيكونكت مين مع مين؟ الميدل اير كافيتي مع الفيستيبيول، صح كده؟ And this is the vestibule اللي هو داخل فيه ال semicircular canals والcochlea. ادي ال vestibule اهو، يبقى الحته دي اللي هي بتكونكت ال vestibule مع ال middle ear cavity هو دوت مكان الايه؟ مكان ال oval window. اما اللي انا شاورت عليه دلوقتي، نشيل السهم عشان تشوف كويس، فهو ال facial nerve. ادي ال semicircular canal اللي طالعه لفوق هي superior، واللي خارجه لبره هي lateral. وانا قلت لك الفيشال نيرف بيعدي من تحت مين؟ من تحت اللاتر. ان شايف انت الكره الصغيره جدا ديت، وانا شاور لك عليها بالسهم عشان تشوف كويس، شايفها؟ This is the facial nerve. الفيشال نيرف لو في عظمايه محوطاه كله يبقى نون دهيسنت، لو ما فيش عظمايه محوطاه يبقى دهيسنت. ماشي؟ صعبه دي؟ ده حاجه وده حاجه، اصحى معايا شويه خلاص؟ طيب انت عندك ثلاثة دهيسنت هتعرفهم في الودن، خلصنا اثنين منهم بقى واحد. طيب يبقى اذا ده الفيشال نيرف وهو معدي من تحت اللاترال سين سيركيولار كانال، اند ذس ارو بوينتس تو ذا ايه ذا اوفال ويند. خلاص كده، يبقى دولت ميزه الكورونا. نعم ماله؟ السيجنفكنس كتير جدا بتوع الانف واذن يعني بيستفيدوا فيه جدا. لو كل لما يكون في عظم فهو الفيشال نيرف بيبقى محمي من السيرجري والمناظير و و والخلاف، اول ما يكون مكشوف كده من غير عظم فهو لايبل فور انجري ولايبل فور كوليستياتوما، تاكله بسرعه قبل ما يكون مثلا عليه عظم وهكذا. فوجود البوني ريدج مهم،
بس هو مش موجود في معظم في بعض الاحيان اللي هم بيسموها نان ديهيسنت فيشن. طيب بعد كده الفيشن نيرف بعد لما راح في اللاترال ريسيس اللي انت شفته في الاكزيال هيخرج بقى ثرو ذا سايلوماستويد فريم اللي احنا هنشوفه في الكورونا. اند ذيس از ذا ماستويد وادي الستايلويد اند ذيس از ذا تراك بتاعت الفيشن نيرف اللي انا بشاور عليها دلوقتي. هو ده الفيشن نيرف خلاص هيخرج كده. يبقى ذيس از ذا كورس اوف ذا فيشن نيرف ثرو ذا بيترس بون. بيطلع من البرين ستيم يمشي في السيريبيلو بونتاين انجل يخش جوه الانترنال ديت كانال وبعدين يمشي في الضغط في الكنال بتاعته لحد الجينيكليت جانجلين وبعدين يلف وينزل من تحت اللاترال سيركيولار كانال وبعدين يروح في الفيشر ريسس وبعدين يخرج ثرو ذا ستايلوماستويد فريم. وهو في الكورونال لو انت خدت سيكشن عند الليفل اوف ذا كوكليا لو انت رجعت كده للصوره اللي قبل ديت على طول يعني you can see this is the fishing nerve وادي الجينيكليت جانجلين. لو انت قطعت الفيشر نيرف كده اهوت بالعرض اللي هو الكورونال بقى هتشوف كورتين دول اللي هو the two limbs. لو انت بصيت كده and this is the two limbs اللي انا هوريهم لك دلوقتي. شايف في كرة هنا في كرة هنا. This is the cochlea وفي كورتين هنا. الكورتين دول عبارة عن ايه؟ رجلتين بتوع الفيشن نيرف. اللي جنب الميدل اير اسمها the tympanic segment. اللي ناحية الانر اير اسمها the labyrinthine segment. يبقى القريبة من الودن دي اسمها ذا تيمبانيك سيجمنت والبعيده شويه ديت اسمها ايه ذا لابرينتاين سيجمنت. لو انت بقى بتعمل ام ار اي هتلاقي كل الحته دي ضلمه ما عدا النقطتين دول ودي لان بيسموها ذا سناك اي ابييرنس النقطتين كده عاملين لك كده في الضلمه كلها لان العظم اسود والهواء اسود وكل حاجه ما عدا الفلويد اللي موجود جوه الحاجات دي. اوكي اخر حاجه في الحته ديت وجماعه بتوع الانف والاذن بيحبوا الكلام ده ان في بعض الفيسلز اللي ممكن يبقى اللوب بتاعها عالي شويه بحيث ان هو يبقى داخل في بق الانترنال ديت كانال. And this is the branch من الانتيريور انفير سيربيلر ارتري اللي هو الايكا اللي هو بيلف كده ويعمل فاسكولار لوب ات ذا اوريفيس اوف ذا انترنال ديت كانال. وده طبعا الناس بتحذر منه لان لو في هنا اكوستيك نيروما ولا حاجه تو بي دون سيرجيكالي ان يشود لازم تعرف الاناتومي بتاع ده علشان ما تعملوش اي نوع من الايه من الانجل. فالفيسل اللي بيلف كده اهوت عند الانتيريور كانال عند بقها ذس از ذا لوب اوف ذا ايكا اللي هو الانتيريور انفيرير سيريبيلر ارتري. طبعا بيتشاف اجدع بالام ار عن انك انت تعمل الفحص العقيم ده بتاع زمان. ايه هو الفحص العقيم ده؟ انك انت بتدخل ابره لامبر بانكشر وبعدين تحين هواء مع السي اس اف وبعدين تطلع الهواء جوه المخ وبعدين تحرك الهواء عشان يجي عند الانتيريور كانال اللي احنا كنا بنسميه زمان اير سيسترنوجرافي. بطل خلاص الفحص دوت لان في ام ار وفي حاجات تانية اسهل بكتير. ننتقل الى الاسئله. And السؤال الاولاني بيقول لك مين ده هوت posterior semicircular canal vestibule lateral semicircular canal the head of the malleus body and the short process of the incus geniculate ganglion of the fissure nerve. شايف طالع نازل internal ديتير كانال. اوكي مين دوت؟ بيزل تيرن اوف ذا كوكليا. فيري جود. اوستيكين تيوب كوكليار اكويدكت. ذا كوكليار اكويدكت زي الانترنال ديتير كانال بس تحته صغيره. ذس ذا كوكليار اكويدكت. اوكي سوبيريور سيمي سيركلر كانال فيشن نيرف لابرينثاين سيجمنت دهوت تيمبانيك سيجمنت دهوت ده كوكليا منظرها واضح وباين. اوكي مين دوت؟ The vertical segment of the fascial nerve at the stylomastoid framing. مين دوت؟ One and a half turns of the cochlea. One and a half turns of the cochlea. Cochlear aqueduct. Sinus tympani. Kwais.
one and a half turns of the cochlea. تيجمن تيمبناي على فكرة ممكن يبقى نوماتايزد وممكن ما يبقاش، يعني ممكن يكون فيه هوا وممكن ما يكونش فيه هوا، ده فيه هوا طبعا. طيب دهوت هيد اوف ذا ماليس بودي اوف ذا انكس ان شورت بروسيس جينيكليت جانجليون فيستيبيول هاندل اوف ذا ماليس long process of the incus, one and a half turns of the cochlea, oval window, lateral semicircular canal, superior semicircular canal, internal auditory canal, vestibule. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الجزء الثاني من البيتروس بون، وهو متعلق بالباثولوجي. والباثولوجي زي ما احنا قسمنا الاير الى اكسترنال وميدل وانر، نفس الحكايه في الباثولوجي، هيبقى في ثلاث اقسام. فهنبتدي الاول بالاكسترنال اير، والاكسترنال اير الاناتومي بسيط وكذلك الباثولوجي بسيط. فأشهر حاجة في الـ external ear هو الأتريزيا، external auditory canal أتريزيا. وفي عندنا نوعين من الأتريزيا، واحد اسمه soft أتريزيا أو soft tissue أتريزيا وبوني أتريزيا. external auditory canal زي ما احنا شفنا في الأناتومي عبارة عن كانال، جزء منها cartilaginous وجزء منها بوني، وتنتهي بالإير درام اللي هو شبك من فوق بالسكيوت. المفروض إن الـ external auditory canal ديت مليانة هواء. لو بقت الاكسترنال كانال توتالي اوكلودد باي سوفت تيشو ماتيريال، يبقى معنى كده ان دهوت ايه؟ ده سوفت تيشو اتريزي. حد هيقول لك اصل دوت ممكن يكون الواكس بتاع الودن وما يكونش فيه اتريزي ولا حاجه. خلاص انت المريض بيجي لك متحول عن طريق الراجل بتاع الانف واذن، والانف واذن مش ممكن هيكون مش عارف ايه الفرق ما بين الاتريزيا والواكس. زائد العيان اللي عنده اكستندد كانال اتريزيا بيكون عنده ديفورمتيز في الاير بينا، وعنده مشاكل ما بيسمعش وحاجات زي كده. ف whenever you see في السي تي ان الاكستندد كانال is totally filled by soft tissue material، طبعا بروفايدد ان العظم هنا سليم ومش متقرض عشان ما نكونش داخلين في دايجنوزس تاني، then you know that this is a soft tissue اتريزي. اما لو كان مفيش اي كنال اساسا والعظم كله منه للسكين على طول، ان يو دونت سي ان كنال مليانه بسوفت تيشو ولا حاجه، then you know that this is bony atresia. في كلا الحالتين السوفت تيشو اتريزيا والبوني اتريزيا you have to assess the middle and the inner ear structures. في معظم الاحيان الانر اير ما بيكونش فيها مشاكل، لكن الميدل اير بيكون فيها مشاكل متعلقه بالاوسكلز، كان هم يكونوا فيوزد مع بعض او يكون الاوسكلز فيوزد لجدار الميدل اير كافيتي. كل ديت انوماليز ان يو هاف تو منشن في التقرير. فده مثلا عيان عنده بوني اتريزيا اوف ذا اكستندد كانال على الناحيه اليمين، وهنا اهوت على الناحيه الشمال ان يو كان سي ده اكستندد كانال بيتنت. وفي الكورونال بتلاقي ان الودن منها على طول الى الايه؟ الى السكين، مفيش اي كنال. من الحاجات المعروفه في الاكسترنال كنال ما يعرف به المالجنانت اوتيتس اكسترنا او فالمينيتنج اوتيتس اكسترنا، سميها زي ما تسميها. ذن ذيس از سيفير سيفير بوني افكشن للاكسترنال كنال، و بيبقى مشهور قوي في الناس اللي عندهم دايابيتس، والاورجانيزم غالبا بيكون هو السودوموناس. لو احنا عملنا سي تي للمريض دوت، المفروض ان احنا هنلاقي ان الاكسترنال كانال مقفوله تماما بالسوفت تيشوز، لكن ساينز اوف انفكشن بقى والباص والكلام ده كله موجود. زائد لما تعمل سي تي هتلاقي بون ديستراكشن اوف ذا اكستندد كانال اند اكستنشن اوف انفكشن انتو ذا ميدل اير كافيتي، ممكن يقرقض الاوسكلز وتوصل في الاخر خالص الى انفكشن يشبه الكوليستياتوما، لكن
الحاجات اللي بره مهمه جدا زي السوفت تيشو سويلنج ان ذا نيزوفارينكس والاوبليتريشن اوف ذا فات بلينز والتريجويد ماسلز كلها انهانسنج، كل ده معناها ان في انفكشن موجود في هذا المكان. And the history of diabetes مشهور جدا في العيانين دولت اللي عندهم malignant external otitis. ده عيان تاني وعنده soft tissue mass filling the extremity canal وكذلك الانفراتيمبرال فوسة كله زي ما احنا شايفين enhancement وamalgamated أو loss of the fat planes, erosion of the mandible and the erosion of the external ear margins وكذلك erosions of the skull base. This is a severe infection affecting the external auditory canal. طبعا ما يمنعش ابدا ان الكنال يكون فيها تيومرز زي السكويموس سيل كارسينوما او زي الاوستيوما او زي الفايبروس ديسبليزيا، كل اللي ينطبق على بقيه العظم ينطبق عليه. لكن علشان يعني البترس ما هيش صغيره قوي مش محتاجه ان احنا نضيف عليها اضافات اخرى من الحاجات اللي مش تبعها. ننتقل بعد كده الى نعم بالكلينيك. الكلينيكال على فكره معظم الحاجات اللي الجماعه بتوع الانف واذن يعني متبحرين جدا في الاشعه عننا وبيعرفوا فيها احسن مننا بكتير، يعني ولما تقعد تتكلم معاهم وانا الحقيقه مقبل على مجموعه كده من المحاضرات كلها مع الكلينيشنز ويعني ان شاء الله ربنا يكرمني واعرف افوت فيها كويس باذن الله تعالى. فالجماعه دولت الكلام معاهم يعني بيبقى صعب لانهم فاهمين كل حاجه وعارفين الاناتومي كويس قوي وعارفين الباثولوجي. معظم الناس اللي بتجي لنا من عندهم بتبقى تقريبا متشخصه بس هو مستني الاكستنشنز اللي هو مش قادر يشوفها بالمنظار ولا عارف يفحصها كلينيكال. فالاتريزيا والاكسنوتايتس والكوليستاتوما وكل الكلام دوت والجلوماس وكل ده بيبقى غالبا كلينيكالي دايجنوزد بيفور هاند، وكل دور الاشعه هو بس مجرد الاورينتيشن وانك انت تشوف ايه اللي متكسر من جوه بياند هيز كابابيلتيز. فالكلينيكال طبعا في الاوتايتس من الحاجات المشهوره جدا مش محتاجه دكتور انف واذن، ان فالمينيتنج انفكشن وفي صديد وفي يعني ما بيختلفش عليه اثنين. فالكلينيكال هو اساس القضيه كلها. لما نيجي في الميدل اير فواحد من الانوماليز بتاعه الميدل اير ان الانترنال كاروتيد ارتري، لو ان ذس از ذا انترنال ذا كاروتيد كانال والكانال ليها علاقه بالميدل اير، والعلاقه ديت ان في عظم هنا بيفصل الكاروتيد من المكان. لو العظم مش موجود يبقى اسمه ديهيسنت، لو العظم موجود يبقى اسمه نان ديهيسنت. فبعض الاحيان بيبقى الانترنال كاروتيد ارتري بالاضافه ان هو نان ديهيس ان هو ديهيسنت يعني ما فيش عظم، كمان ليه ابنورمال لوب واصل داخل جامد قوي جوه الميدل اير كافيتي. في الوقت ده الانجري بتاعته بتبقى لايبل قوي في السيرجري، وبالتالي لازم نحذر الجماعه الجراحين من ان الكورس دوت مش طبيعي. Whenever you see this at the angiogram, and you can see this is the normal loop of the internal carotid artery, and this is the abnormal loop extending more ناحية الايه؟ ناحية الميدل اير كافيتي. مهم جدا ان احنا نقول الكلام ده في تقرير لو كان موجود. انتقل بعد كده الى الانفكشن، والانفكشن في الميدل اير مشهور قوي بالاوتيتس ميديا والماستودايتس. والانفكشن معناها ان في سوفت تيشو دنسيتي موجوده في الحته المفروض تكون فيها هواء، وان السوفت تيشو دنسيتي ديت از ديبندنت، يعني لما يكون العيان نايم على ظهره تبقى هيك راجع لورا، لما العيان يتقلب على بطنه تنزل لتحت. لما يكون ديبندنت يبقى ده مش كوليستياتوما، لان الكوليستياتوما احد العلامات الشهيره بتاعتها ان هي نون ديبندنت ليجن، يعني ليجن متعلق سواء العيان نايم على ظهره او نايم على بطنه فالليجن متعلق لفوق وتحتيه هواء. في هذا الوقت المفروض لو العيان نايم على ظهره ان يو سي اير فلويد ليفل انسايد ذا ميدل اير كافيتي. اكيد انت فاكر من الاناتومي ان ده الايس كريم كون وده الميدل اير كافيتي وده الاديتس اد انترم وده المستود انترم والمستود اير سيلز ار اوبيك، يعني العيان دوت عنده اوتيتس ميديا اند ماستودايتس.
نفس الحكايه هنا، لو انت بصيت على الميدل اير كافيتي ده هتلاقي فيه اوباسيفيكيشن، وكذلك الماستويد انترم، وكذلك الاير سيلز اللي هي اللي في الماستويد، يعني كومبيرد للناحيه الثانيه ذس از ذا نورمال ماستويد، ودي طبعا ذا سوبيريور بارت اوف ذا ميدل اير كافيتي اللي هو سميناه الايه الاتيك، وما فيهوش حاجه، وسيبريتد فروم ذا كرينيا ذا برين باي ذا تيجمنت اند باناي، وده طبعا الفيستيبيول واللاترال سيف سيركيولار كانال والدوم اوف ذا كوكليا، الاناتومي اللي احنا قلنا عليه قبل كده. دين بعض التشخيصات اللي هم برضو الجماعه بتوع الانف واذن عارفينها كويس قوي، ما يسمى بادهيسيف كورونيك اوتيتس ميديا. وادهيجنز معناها ان الـ ان الاير درام از ريتراكتد لجوه، لان سي ذس از ذا سايت اوف ذا اير درام اللي هي شبكه من فوق في السكيوتم وشبكه من تحت في التمبانيك انيلس، لما بتبقى مشدوده لجوه شويه كده ان يو سي ان اوباستي ان ذا ميدل اير سراوندينج ذا اوسيتوس. ايه الفرق ما بين الاوباستي دي وما بين الكوليستياتوما؟ ما فيش فرق. طالما الميدل اير كافيتي ما فيهوش هواء ما تقدرش تفرق ما بين الكوليستياتوما والانفكشن، لان انت محتاج الهواء عشان تعرف ان الاوباستي هل هي بتنزل وبتتحرك ولا ما بتتحركش. طب افرض ما فيش هواء، نيمت العين على ظهره، نيمت العين على بطنه، هي نفس القضيه، ما فيش هواء عشان تعرف ان ده ديبندنت ولا لا. طب هاو كان يو ديفرنشيت بتوين الكوليستياتوما وبتوين الايه الانفكشن؟ يعني في الفحص لو انا شفت ان في اوباستي في الميدل ايه اخلي العيان اه طبعا، عشان كده انا دايما بقول ان الكورونال يكون ترو ما يكونش ريكونستراكشن، لانك انت ما قلبتش العيان، انت قلبت الصوره بس، مش هتعرف الاوباستي ديبندنت ولا لا، لازم العيان هو نفسه اللي يتقلب، وبالتالي تعمل الايه تعمل الفحص. طبعا حقن الصبغه هنا ملوش قيمه، لان الكوليستاتوما مش بتاخد صبغه، وكذلك الانفكشن مش بياخد صبغه. برضه في بعض الاحيان كان زمان طالع انك انت تفرق ما بين الاثنين بالايروجن، الكوليستياتوما بتقرض العظم والانفكشن ما بيقرضش العظم. دي حقيقه، بس الكرونيك انفكشن في 10% من الحالات بيقرض العظم من غير كوليستياتوما، والكوليستياتوما طبعا في اكثر من 70% بتقرض العظم. يبقى لو احنا عندنا ليجن زي كده والعظم سليم is more likely to represent ان هو infection، لكن لو العظم مقروض is more likely to represent cholesteatoma provided ان الكرونيك infection برضو ممكن يقرض الايه العظم. بعض الناس بتقول ان الديفيوجن ام ار اي كان ديفرنشيت ما بين الاثنين على اساس ان الانفكشن في ريستريكتد ديفيوجن والكوليستاتوما ما فيهاش ريستريكتد ديفيوجن، بعض الناس بتقول كده، ولكن انا الحقيقه ما عنديش يعني ديتيلز جامده عن الموضوع دوت. اذا لو احنا لقينا اوباسيفيكيشن اوف ذا ميدل اير كافيتي كله والماستويد انترم بسوفت تيشو دنسيتي، هذه السوفت تيشو دنسيتي تحتمل واحد من اثنين، ان هي انفكشن او ان هي ايه كوليستاتوما. والناس بتوع الانف واذن بيبقوا عارفين عن طريق المنظار اللي ورا الدرام ده اذا كان كوليستياتوما ولا مجرد انفكشن عاديه، بيبقوا عارفين في معظم الاحيان، وهو بيبقى باعت لك العيان عشان تقول له الكوليستياتوما دي عملت ايه بعد كده جوه الودن. يبقى ايه الفرق يا جماعه ما بين الكوليستياتوما والانفكشن؟ ان الكوليستياتوما از نون ديبندنت ليجن ما بياخدش صبغه، والانفكشن از ديبندنت ليجن ما بياخدش صبغه برضه. فلو انا عملت سي تي للبتروس ولقيت فيه سوفت تيشو ليجن كده زي اللي حضراتكم شايفينه دوت، اند ذا ريست اوف ذا ميدل اير كافيتي مليان بالهواء، يبقى دي اوباستي نون ديبندنت، يعني متعلقه لفوق. لو كانت ديبندنت كانت هتنزل تحت في الحته دي. نون ديبندنت اوباستي يبقى في الغالب هتكون كوليستاتوم. لو انت حقنت دي صبغه مش هتاخد صبغه، يبقى اذا مفيش قيمه في الوقت الحالي لحقن الصبغه. الكونجينيتال كوليستياتوما هي الكوليستياتوما اللي طلعت جوه الودن من غير انفكشن سابق، لكن الاكوايرد كوليستياتوما هي الكوليستياتوما اللي طلعت اون توب اوف ا بري اكزيستنج انفكشن. يبقى في الكونجينيتال كوليستياتوما هتلاقي الكوليستياتوما بس وبقيه الودن كلير، وكذلك الماستويد اير سيلز كلير وكل حاجه كلير. اما الاكوايرد كوليستياتوما هتلاقي ان الميدل اير از اوبيك والماستويد سكليروتيك وكل الحاجات اللي هي اثار الانفكشن السابق. فلو احنا بصينا هنا على الكورونال ده كده ان يو كان سي ذس از ذا سايت اوف ذا اير درام، كلنا شايفينه، والحته اللي من فوق ده هو السكيوتم،
وعندك هنا اوباستي موجوده في الميدل اير كافيتي وهي نون ديبندنت. شايفين طبعا الهواء اللي تحت. اذا يو اسيوم ان ذس از عباره عن ايه؟ كوليستياتوما. وهذه الكوليستياتوما موجوده في السبيس اللي احنا اتفقنا عليه وقلنا عليه اللي هو كان اسمه ايه؟ ذا بروساكس سبيس او الكوليستياتوما الاتيك. ان يو كان كومبير ما بين البوز المدبب دوت بتاع السكيوتم وما بين البلانتد ايدج ديت لان السكيوتم اتقرض. معايا؟ And this is no more a sign. يعني دي كانت بتستخدم بس لما كان في بلين اكس راي. لكن دلوقتي في السي تي ما انت شايف الكوليستياتوما نفسها وشايف اللي هي مش ديبندنت وعارف ان ديت كده. ف this is كوليستياتوما وعملت ايروجن اوف ذا سكيوتم وهي نون ديبندنت اوباستي. فين بقى الاوسكلز؟ نشوف في المقطع اللي بعديه والمقطع اللي قبليه عشان نعرف اذا كانت مقروضه الاوسكلز ولا مش مقروضه زي ما هنقول دلوقتي. احنا عندنا نوعين من الاكوايرد كوليستياتوما، واحد اسمه بارز فلاسيدا والتاني اسمه بارز تنسا. البارز فلاسيدا اللي هو بيطلع في البروساكس سبيس او ليه اسم تاني اسمه داتيك، اللي هو اتيك كوليستياتوما اللي هي موجوده ما بين الجدار الودن الخارجي وما بين الايه؟ وما بين الاوسكلز. معنى كده ان الكوليستياتوما دي لما تطلع تودي الاوسكلز فين؟ لجوه ميديال. And this is one of the signs قبل الاوسكلز ما تتقرض تبقى displaced ايه؟ displaced ميديال. بعد كده البارز تنسى اللي اسمها ساينس كوليستياتوما بتطلع في الساينس تمبناي. فين هو الساينس تمبناي؟ اللي هو الحفرتين وما بينهم الهرم. حفره لجوه اسمها ساينس تمبناي، حفره لبره اسمها فيشال ريسيس، وهرم في النص اسمه ايه؟ بتمبانيك برم. And this is rare. دي 5% وال 95% كلهم بيطلعوا في الحته بتاعه الاتيك او عند ال الاكوايرد كوليستياتوما is a complication of chronic otitis media. Congenital cholesteatoma is a congenital lesion. وعشان كده لما تلاقي كوليستياتوما والودن كلير تدور على بقيه congenital anomalies. تشوف بقى في اتريزيا، في سيمسيكولار كانال تعبانه، في معرفش ايه زي ما هنقول دلوقتي. وبعدين البون ايروجن مي بي بريزنت. الكوليستياتوما ممكن تبقى موجوده من غير ايروجن، والانفكشن ممكن يبقى موجود ومعاه ايروجن عشان نبقى بس متفقين. لكن لو في ليجن ومعاه عظم كتير قوي متاكل الاوسكلز والسكيوتم ولولو زي ما نقول دلوقتي، يبقى ده اوقع ان هو يكون ايه؟ ناحيه الكوليستياتوما. الكوليستياتوما بتبقى الاوسكلز انتاكت 30% بس من الايه؟ من الاتيك كوليستياتوما، 10% من الساينس كوليستياتوما. And this is the sequelae بتاعت الفورميشن بتاعت الاكوايرد كوليستياتوما. الاير درام وهي سليمه بعد كده يحصل ريتراكشن اوف ذا اير درام، وبعدين يحصل بوكيت كده اوف ايبيثيليوم اللي هو بيبقى انترابد جوه الميدل اير كافيتي، وبعدين تبتدي تطلع الكوليستياتوما. And this is the space اللي هو اشهر سبيس على الاطلاق اللي بتطلع فيه البتاعه ديت اللي هو ما بين العظم وما بين السكيوتم اللي هو اسمه ذا بروساكس سبيس، اللي هو العلامه بتاعت اذا كنت فاهم البترس ولا مش فاهم البترس. خلاص؟ تيجي انت مثلا هنا ان يو سي ذا ميدل اير كافيتي متقرقض كل الجناب بتاعته، ذا ماستويد اير سيلز ار سكليروتيك. And you see a soft tissue lesion surrounding the ossicles and the ossicles are destroyed. Then you are dealing with a cholesteatoma بالرغم ان مفيش هواء عشان تعرف اذا كانت دي dependent ولا مش dependent. لو حقنت صبغه في السي تي في الام ار في اي حاجه الكوليستياتوما does not enhance ولا marginal ولا central ولا heterogeneous. Then you can see ادي كوليستياتوما ثانيه. عرفت ازاي ان هي كوليستياتوما؟ non-dependent opacity موجودة في الودن. And you see the eardrum. ادي الاير درام وفي هواء هنا، معنى كده ان الكوليستياتوم ان ديت non-dependent opacity. من اشهر الحاجات اللي الكوليستياتوما بتعملها انها تقرض الفيشال نيرف، تعمل فيشال نيرف بولز، او تقرض السيمي سيركيولار كانال، فتعمل حاجة اسمها لابرنثاين فيستولا، يعني فتح الميدل اير على الانر اير. او تقرض التجمنت امباناي زي ده كده مثلا، تقرض التجمن اللي هنا ده وتخش جوه البرين. لو دخلت جوه البرين بتعمل حاجتين، ممكن طبعا تعمل مننجايتس، ممكن تعمل برين ابسس، وممكن تعمل ديورال ساينس ثرومبوزس لان الساينسز بتبقى قريبه جدا منها فتعمل كده. فلو انت باصص على الكوليستياتوما ديت، فاللي احنا اتفقنا عليه دوت كان اسمه ايه؟ ذا فيستيبيول، صح كده؟ واللي تحت دوت الكوكليا، واللي ماشي بالعرض ده هو اللاترال سيمي سيركيولار كانال، واللي كانت طالع لفوق كده هو ذا سوبيريور سيمي سيركيولار كانال.
ان يو كان سي ان الكوليستاتوما ديت قرضت اللاترال، وديت اشهر واحده من السيمي سيركل كانت بتتقرض. ليه؟ لان هي الجنب الميدل اير على طول، الباقيين كلهم بعاد، فاللي جنب الميدل اير بتتقرض كده، ويبقى طالما الميدل اير فتح على الانر اير يبقى العيان دلوقتي عنده ايه؟ لابرنثاين فيستن. يبقى العيان ده عنده ايروجن اوف ذا تيجمنت امباناي، وكمان عنده ايه؟ لابرنثاين فيستلا، يعني ايروجن اوف ذا لاترال سيمي سيركلر كانال. تيجي بقى للفيشال نيرف، ادي الكوكليا اهي، ودولت التو سيجمنتس بتوع الفيشال نيرف. الواحده القريبه من الميدل اير كافيتي اسمها ذا تيمبانيك سيجمنت، والواحده البعيده اسمها لابرنثاين سيجمنت. And you can see ان التيمبانيك سيجمنت اتعرضت، صح؟ صح ولا ايه؟ مش مقتنع انت ولا مش مقتنع، صح؟ طيب احنا المفروض كان عندنا نقطتين هنا اللي هما سناك اي اللي احنا قلنا عليه. دلوقتي نقطة منهم الجدار بتاعها is no more present ولازق على طول في الكوليستياتوما، يبقى أكيد الكنال اللي هنا ده هي تتقرضت، اللي هي the tympanic segment of the facial nerve. خلينا نبص كده مثلا على دي قريبة شوية، and you can see this is the cholesteatoma، وهنا المفروض العظمية دي اسمها ايه؟ the scutum اتقرض، وبعدين هنا the lateral same circular canal اتقرض، مفيش عظم بيفصل ما بين الكوليستياتوما وما بين اللاترال سيف سيركل كانال، يبقى العيان عنده لابرينثاين فيستلا، وكذلك التيجمنت امباناي خلاص ايه؟ اتقرض. طيب لو التيجمنت امباناي اتقرض، الكوليستياتوما بتخش انتراكرينيال زي في العيان ده كده، ادي التيجمنت امباناي هنا مقروض كده، وبعدين تعمل بقى برين ابسس زي اللي احنا شايفينه ده. ده برين ابسس ممكن يكون في البوستير فصه، وممكن يكون ان ذا تمبرال لوب اباف ده بيتروس اللي فيها الكوليستياتوم. ركز معايا، سيبك من الموبايل. طيب لو احنا بصينا على السي تي او ذيس بيتروس بون، هنلاقي هنا اهوت نون ديبندنت اوباستي يساوي كوليستياتوم، لكن العيان دوت بيبقى مبعوث من الانف واذن، يقول لك عنده جلوماس تيمبانيكا. ليه؟ عرف ازاي؟ عشان اول ما بيبص في ودن العيان من ورا الدرام بيشوف اللي هي الايه؟ الهايلي فاسكولار ريدش مش عارف ايه ورا الاير درام على طول، فيقول لك ده جلوماس تيمبانيكم، شوف لنا الاكستنشنز بتاعته من فين. Then you need to inject contrast material، لان هو ده اللي هيفرق لك ما بين الكوليستياتوما وما بين الجلوماس. الجلوماس از هايلي فاسكولار ليجن، لما تحقنه صبغه ياخد صبغه، اما الكوليستياتوما از نان فاسكولار ليجن، لما تحقنه صبغه ما ياخدش صبغه. لان امتى تحقن صبغه في البيترس؟ لما يكون مبعوث لك عيان قال لك شوف لنا ده جلوماس ولا لا، صح كده؟ and the glomus which is located in the middle ear cavity اسمه جلوماس تيمبانيك. وانت عندك اربع جلوماسات مشهورين قوي في النك، الجلوماس جاجيلار اشهر واحد فيهم اللي موجود في الجاجيلار فوس، والجلوماس تيمبانيكم اللي موجود انسايد ذا ميدل اير، والاثنين عشان قريبين من بعض ممكن يكون في واحد اسمه كده جلوماس جوجلو تيمبانيكم، يعني طالع في، مش احنا قلنا في جاجيلار بالب ديسنت ومش مش ديسنت؟ طب الجاجيلار بالب دي لو طلع فيها جلومس مش ممكن يخش على الميدل اير كافيتي، يقرض العظمايه ويخش على الميدل اير كافيتي سواء كان ديسنت ولا مش ديسنت، صح؟ يبقى في جزء منه في الجاجيلار وفي جزء منه انسايد ذا ميدل اير، يبقى اسمه جوجيلو تيمبانيكم. خلاص كده؟ لو هو لوحده جوه الميدل اير كافيتي يبقى اسمه جلومس تيمبانيكم، لو هو بره في الجاجيلار فصه يبقى اسمه جلومس جاجيلار. والجلوماس جاجيلار قصه طبعا طويله عريضه، والدسكاس مع بقيه النك مش في الحته بتاعه البيترس. يبقى لو قال لك شوف لنا العيان عنده جلوماس تيمبانيكم الاكستنشنز بتاعته، هو عارف كويس ان عنده جلوماس تيمبانيكم، بتروح انت حقن صبغه. طبعا البيتر انك انت حقن صبغه في الام ار، عشان في الام ار كل الدنيا بتبقى سودة ما عدا الجلوماس بيبقى ابيض، لكن في السي تي كل الدنيا بتبقى بيضه، والجلوماس لما يبيض ممكن يعني ايه يبقى الديسكريبنسي ما بينهم مش واضحه قوي. فانت في الوقت ده لو العيان متشخص جلوماس تيمبانيكم تحقن صبغه وتعمل ام ار اي بيتر. لكن لو انت مش عارف التشخيص ولا الكلينيكال ولا اي حاجه خالص، وجالك عيان وعمل سي تي اوف ذا بيترس ولقيت نون ديبندنت اوباستي، تعرف على طول ان ذيس از كوليستاتوم. لو حد قال لك في الكلينيكال ان احنا شايفين ريدش نوديول بيهايند ذا درام وان ده جلوماس تيمبانيكم، تحقن صبغه علشان تشخص الايه؟ الجلوماس تيمبانيكم. نيجي بعد كده للفراكشنز اوف ذا بيتروس بون، وعندنا نوعين من الفراكشن، واحد اسمه لونجيتيودنال واحد اسمه ترانسفيرس. اللونجيتيودنال فراكشر هو اللي ماشي في البيترس بالطول، يعني واخد مش بالطول يعني من فوق لتحت، لا ماشي بالطول كده ثرو اوت ذا بيترس بون. اما الترانسفيرس فراكشر هو اللي قاطع البيترس بالعرض كده،
على عكس ما انت متخيل. يعني انت متخيل ان الترانسفيرس فراكشر هو اللي ماشي كده واللونجيتيودن اللي هو اللي ماشي كده. لا، اللونجيتيودن اللي هو اللي ماشي بعرض البترس من اولها لاخرها، والترانسفيرس هو اللي قاطع البترس كده. And the longitudinal fracture is very common compared to the transverse fracture. The transverse fracture محتاج قوة شنيعة جدا عشان تقطم البترس بالطول بالعرض كده. وعشان كده the longitudinal fracture is very common. 90% of the fractures of the vitreous bone are of the longitudinal type. The longitudinal fracture usually affects the middle ear, لكن the transverse fracture usually affects the inner ear. عشان كده الأولاني بيكون معاه conductive hearing loss والتاني بيكون معاه sensory neural hearing loss. طيب لما longitudinal fracture يمر كده، يمر كده زي ما انت شايف، هيأفكت الايه؟ الميدل اير، فبيعمل مشاكل كتيره بقى في الميدل اير. زي مثلا لو انت شايف ده، ان يو كان سي عضميه هنا من الاوسكل، ان يو كان نوت سي بقيه الايس كريم كون، صح كده؟ يبقى الانكس راحت فين؟ dislocated. يبقى الانكودو ماليال جوينت dislocated. يبقى الانكس dislocated والانكودو ماليال جوينت dislocated والهيد بس اوف ذا ماليوس هي اللي موجوده في مكانها. لو لقيت اي فلويد موجود جوه الميدل اير كافيتي في عيان مكسور، يبقى الفلويد دوت ايه؟ نزيف، يبقى اسمه هيمو تيمبانم. هيمو تيمبانم. يبقى الفراكشر ممكن يعدي على الميدل اير كافيتي، يعمل مشاكل في الاوسكلز وينزل دم جوه الايه؟ جوه الميدل اير كافيتي. اما الترانسفيرس فراكشر فهو اللي بيقطع البترس كده بالطول على عكس ما انت متخيل. And the transverse fracture usually affects the inner ear. زي الفراكشر دوت مثلا كده، واخد السوبيريور سيمي سيركلر كانال وكمان كسر مين؟ الفيستيبيول. وهو قطع الفيستيبيول ممكن كمان ياخد الفيشل نيرف و فعشان كده الانجري اوف ذا فيشل نيرف في ترانسفيرس فراكشر از فيري هاي. 50% من العيانين اللي عندهم ترانسفيرس فراكشر اوف ذا بيتروس بون بيجي لهم فيشل نيرف بولس نتيجه الانجري. وهذا الفراكشر از يوجوالي افكتس ذا انر اير اند از يوجوالي كومبليكيتد باي sensory neural hearing loss. تعال نشوف بقى بعض الايه، بعض الكومبليكيشنز بتاعه الفراكشر. ده عيان اتخبط وبعدين جاله فلويد ليفل جوه الميدل اير، يبقى هيموتيمبان. جاله هواء جوه الفيستيبيول، يبقى نومو لابيرنث. المفروض الانر اير ما فيهاش هواء خالص، الانر اير ما فيهاش هواء، فيها فلويدز بس. فلو دخل لها هواء هيبقى جاي لها من الايه؟ الميدل اير. يبقى لما يدخل هواء جوه اي حته فيستيبيول سيمي سيركلر كانال كوكليا اسمه نومو لابيرنت. يبقى العيان ده عنده هيموتيمبانم وعنده كمان ايه؟ نومو لابيرنت. وبعدين الانكودو ماليال جوينت بدل ما كان خط كده رفيع قوي بقى خط واسع شويه، يبقى في سبلكسيشن اوف ذا انكودو ماليال جوينت. لكن العظمتين موجودين فين؟ في المكان بتاعهم، ما تحركوش من مكان. اما لو حصل كده، this is the normal side and this is the abnormal side. ايه اللي حصل هنا؟ ايه؟ الانكس مش موجوده، يعني dislocated. يبقى في هنا هو dislocation of the incus and the oncodomalial joint. And these are two different cases. عندهم longitudinal fracture which is very common compared to the transverse fracture. تيجي تشوف ايه اللي حصل. في fluid density جوه middle ear cavity، يبقى هيمو تيمبانم. في الانكودو ماليال جوينت وسع شويه، يبقى سبلكسيشن اوف ذا انكودو ماليال جوينت. تيجي هنا اهوت في العيان ده، في لونجيتيودنال فراكشر وفي فلويد او نزيف جوه الماستويد وجوه الانترم، وبعدين ديسلوكيشن اوف ذا انكودو ماليال جوينت. الجوينت وسع وكمان دي فطت بعيد قوي عن دي، مش زي العيان دوت. ايه اللي حصل له؟ هيموتيمبانم، عشان في دم موجود في الميدل اير كافيتي اللي هو في الماستويد انترم، وفي كمان ديسلوكيشن اوف ذا انكودو ماليال جوينت. ذس از ذا ماليوس، وده هو الايه؟ الانكس. ان الانكس از سين ان ذا ماستويد انترم. هو ده مش عامل فلويد ليفل لانه ستيل وذين ذا ماستويد اير سيلز، از نوت وذين ذا ماستويد انترم، عشان يعمل اير فلويد ليفل.
بس احنا طبعا الهيستوري مهم جدا بتاع التروما وكده. لو احنا عندنا هيستوري اوف تروما فنشخص كل حاجه ريليتد تو ذا تروما، الا لو كان عندي حاجه يعني غير كده، كان يكون في تيومر وعامل ديستراكشن اوف ذا اير و ديسكفرد انسيدنتالي مع التروما نفسها. طيب الفراكشر لاين هنا اهوت مش واضح قوي، يعني ممكن يبقى موجود في مكان تاني، لان معظم الحاجات ديت يعني مثلا هنا يو كان سي ذا فراكشر لاين، وهنا برضو يو كان سي ذا فراكشر لاين، في بعض الاحيان التانية يو كان نوت سي ذا فراكشر لاين زي هنا، بس من الهيستوري طبعا وبقيه الصور بنبقى عارفين ان دوت بوست تروماتيك. يبقى معظم الحاجات بتاعت الميدل اير عباره عن انفكشن، الانوماليز اللي فيها قليله جدا، وبعدين انفكشن اللي هو الاوتيتس ميديا، وبعدين كوليستاتوما اكوايرد وكونجنتال، وبعدين جلوماس تيمبانيكم، وبعدين الفراكشرز اوف ذا ميدل اير او البيترس اللي هو اللينجيتودينال والترانسفيرس. بعد كده نيجي للانر اير، واول حاجه فيها احنا جبنا سيرتها اللي هو ما يسمى ب لارج اندو لمفاتيك داكت اند ساك، او اللي اسمه فيستيبولار اكوي داكت سيندروم. هو نفس الحكايه، احنا قلنا ان الفيستيبولار اكوي داكت موجوده بوستيرير تو ذا بوستيرير سيمسيكولار كانال، اند ذا نورمال ويدث اوف ذا فيستيبولار اكوي داكت ملي ونص او ملي. لما الفيستيبولار اكويدكت تبقى واسعه جدا زي اللي انت شايفها هنا، this is the vestibule and this is the posterior semicircular canal, then you know that this is the vestibular aqueduct syndrome، وهو اشهر واحد يؤدي الى sensory neural hearing loss بعد الاكوستيك نيروما. الاكوستيك نيروما اول حاجه مفكر فيها لو كان عيان عنده sensory neural hearing loss، وبعدين لو طلع نورمال حتى الجماعه بتوع الانف واذن كده يبعت لك العيان، وبعدين تقول له لا هو نورمال، يروح مكلمك في التليفون بصيت على الفيستيبولار اكويدكت ولا ما بصيتش، واخد بالك؟ عشان هم بيبقوا واخدين بالهم قوي من الحاجات ديت، وعارف كويس قوي انك انت مش هتبص عليها، فتبص عليها اذ لربما يكون فيها السندروم دوت، which is بتشخص عادي جدا باي دايلاتيشن فقط. في الـ CT and you can see this is the vestibule, the lateral semicircular canal and this is the posterior semicircular canal. وده مكان الـ vestibular aqueduct اللي بقت كبيرة جدا جدا زي كده. You can see the duct and the sac by MRI مليانين بالفلويد. ادي الـ vestibule, lateral semicircular canal, posterior semicircular canal، وبعدين هنا ده endo lymphatic duct and the sac. ودي الـ internodiliary canal وماشي جواها النيرف زي ما احنا زي ما احنا اتفقنا. في الغالب لما يكون في فيستيبولار اكويدكت سيندروم بتكون الانر اير كمان فيها مشاكل، يعني الكوكليا بتبقى معوجه والفيستيبولار الفيستيبول بيبقى فيه ابنورماليتيز وكده. الابنورماليتيز اللي في الانر اير واحد من الاثنين دول، واحد اسمه ميشيل انومالي، واحد اسمه مونديني انومالي. الميشيل انومالي از رير، وهي معناها ان ما فيش ولا حاجه من الانر اير موجوده اساسا عند العيان خالص بتاتا، ولا عنده فيستيبيول ولا سيركيولار كانال ولا كوكليا ولا اي حاجه خالص. And this can be easily diagnosed by MRI احسن من السي تي، لان الانر اير كلها مليانه فلويدز، فتشاف الام ار احسن بكتير جدا من السي تي. لكن الميدل اير عباره عن هواء وعظم، فبتتشاف كويس قوي في السي تي وما بتتشافش خالص في الام ار. فلو احنا بصينا على العيان دوت كده، الودن الناحيه دي بتاعه اليمين لو انت حاولت تطلع فيها جنس ستراكشر من اللي احنا قلنا عليهم مش هتعرف، فيستيبيول سيم سيركلر كانال كوكليا معرفش ايه مفيش. لما تعمل للعيان دوت ام ار اي تلاقي الحته دي سودة على طول، لان ما فيهاش اي نوع من الفلويدز، ولا فيها سيم سيركلر كانالز ولا فيها فيستيبيول ولا كوكليا ولا الكلام ده كله. Then you know that this is total aplasia of the inner ear structures اللي احنا بنسميها دي ميشيل انومالي. اما المونديني بقى، فالمونديني الميدل الانر اير موجوده بس ابنورمال كونفيجريشن، يعني بدل ما كان في كوكليا وان اند هاف تيرنز ومش عارف طبق وفي اكل والكلام كله، تلاقي كرومبه كده تمثل الكوكليا، ديت اسمها مونديني انومالي. فلو احنا بصينا على العيان دوت كده هنلاقي دي المفروض البيزل تيرن اوف ذا كوكليا، صح كده، وتنتهي بنقطه هواء اللي احنا سميناها ذا نيش اوف ذا راوند ويندو، وبعدين طلعت لفوق شويه لقيت الطبق وفيه الاكل اللي هو وان اند هاف تيرنز اوف ذا كوكليا، وبعدين ذا دوم اوف ذا كوكليا بقت عامله زي الارنبيط. عارف الارنبيط؟ عارفه؟ طب ان شاء الله كويس، الحمد لله من عندنا. يبقى اذا ابنورمال كونفجريشن، هو انا الوحيد اللي عارف الاكل ولا ايه؟
تضيعين للدرجات هنا ما فيش في الدليفري ارنبيت صح 100% لازم ده اللي هو على طريق ما اعرفش ايه اسمه ام محمد ولا ام علي حاجه كده اسمه صح برج المنوفيه ما اعرفش ولا برج الايه ده اللي بيبيع كل الحاجات الشعبيه وال المهم ما علينا ما عليك خلاص اي حد يروح يناقش رساله في طنطا المنوفيه دبنها مش عارف ايه بيروح يتغدى في الحته دي. طيب يبقى اذا لو انت لقيت abnormal configuration of the of the صح ولا ايه دكتور عماد مظبوط صح and you can see هنا ان الاندوليمفاتيك داكت برضو كبيره صح الفيسيبولار اكويداكت كبيره كان سي هنا ده المكان بتاعها وده المكان بتاعها posterior to the posterior semicircular canal بص كمان بقى على الفيستيبيول وايدند السيميسيركلر كانال قصيره قوي ودايليتد يبقى اذا كل الابنورماليتيز ديت اسمها مونديني والمونديني ايام زمان للوصف بتاعه كان كونفايند بس للكوكليا يعني الكوكليا مكعبره وما فيهاش لفات ولا حاجه اسمها مونديني ولازم تكون بايلاترال دلوقتي لا اي ابنورماليتي في الانر اير من ناحيه الكونفيجريشن سواء كانت يونيلاترال او كانت بايلاترال اسمها مونديني انومالي اما الثانيه اسمها ميشيل انومالي مفيش انر اير من اوله which is rare يعني نادر قوي الحاله اللي فاتت دي الحاله تقريبا الوحيده اللي انا شفتها in the practice then this is the normal vestibule and this is the normal lateral semicircular canal and this is the posterior semicircular canal and this is the endolymphatic او the vestibular aqueduct عشان ما نصعبش الدنيا the vestibular aqueduct here is normal the vestibular aqueduct هنا واسعه جدا جدا يبقى ده السندروم اللي احنا قلنا عليه vestibular aqueduct syndrome and this is the posterior semicircular canal the vestibule widened with semicircular canal very short and broad هم دولت الايه الابنورماليتيز اللي موجوده هنا بعض الابنورماليتيز الثانيه كان الانتيدي كانال تبقى كبيره قوي 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 اسمها ميجا انتيديتي كانال لو كانت ميجا يونيلاترال يبقى نخاف لحسن يكون جواها اكوستيك نيروما لكن لو كانت ميجا بايلاترال برضو نخاف لحسن تكون بايلاترال اكوستيك نيروما فنعمل ام ار اي عشان نتاكد ان جوه الانتيديتي كانال سي اس اف وما هواش تيومر تيشو لكن ابنورمال وايدنج اوف ذا انتيديتي كانال از ا نورمال فاريانت ممكن يبقى موجود عند العيان ما بيشتكيش من اي حاجه خالص ذس از ذا نورمال ويدث اوف ذا انتيديتي كانال والميجا ملهاش مقاسات يعني مش بالسنتي ولا بحاجه مجرد ان هي از ابنورمالي وايدند انتيديتي كانال الاوتوسكليروسيس او اللابرينثاين سكليروتيك لابرينثايتس ممكن تسميها كده او كده عباره عن اي حته في الانر اير حصل فيها بون سكليروسيس وده ممكن يكون كومبليكيشن اوف انفيكشن وممكن يكون واحد مولود كده فلو انت جيت بصيت على الحته ديت اللي احنا قلنا عليها اللي هو مين the oval window صح كده ودوت الايه the superior canal وده اللاترال semicircular canal والكره الصغيره اللي تحت اللاترال اسمها the facial nerve ودهوت الفيستيبيول ودهوت الايه الكوكلير اكويدا تيجي في العيان ده تلاقي الحته بتاعه الاوفال ويندو مسدوده بعظم اللي متشاور عليه بالاسهم ده this is the vestibule and this is the lateral semicircular canal and you can diagnose هذا التشخيص اللي هو اوتوسكليروز يفهم ضمنا ان الاوتوسكليروزس cannot be diagnosed by MRI لان ده حاجه عظم لابد ليها من السي تي فسواء كان السكليروزس دوت في الدوم اوف ذا كوكليا زي كده زي شايف انت الدوم اوف ذا كوكليا ديت سكليروتيك الدوم اوف ذا كوكليا هنا كويسه ان يو كان سي ذا كوكليير نيرف على الناحيتين موجود لكن هنا في سكليروزس ده بيسموه لابرينسايتس اوسيفيكانس او سكليروتيك لابرينسايتس اي حاجه من دوت تؤدي الغرض انهي حته هنا في الـ في الـ في العيان ده هي السكليروتيك ده نورمال وده اللي مش نورمال 1 and 1/2 turns of the cochlea this is 1 and 1/2 turns of the cochlea which normal وهنا اهوت اللفه دي بتاعه الكوكليا هي اللي جواها الايه هي اللي جواها العظم حد هيقول لو انا حاقن العين صبغه يبقى ده انهانسمنت جوه البتاع ينفع ولا ما ينفعش طيب الانهانسمنت في البون ويندو ما بيبانش لان اللي بيبان بس في البون ويندو هو الايه هو العظم
لكن من حيث المبدا ينفع اللابرنس يبقى انهانسد؟ ينفع لو كان في لو في انفكشن زي مثلا فايرال لابرنسايتس او اي حاجه بتعمل انفكشن في البتاع ينفع تاخد صبغه، لكن الصبغه هتبان في السوفت تيشو ويندو ومش هتبان في البون ويندو. نيجي بقى للديهيسنت الاخير اللي انا قلت لك عليه اللي هو اسمه ايه، ذا سوبيريور سيمي سيركلر كانال ديهيسنت سيندروم. انت عارف ان السوبيريور سيمي سيركلر كانال اللي هي دي صح كده؟ طيب والمفروض ان السوبيريور سيمي سيركلر كانال في عظم بيفصلها عن المخ مظبوط. افرض ما كانش في عظم فتبقى اسمها ديهيسنت، في عظم يبقى اسمها نون ديهيسنت، بس الطبيعي دي الطبيعي فيها انها تكون نون ديهيسنت، لازم يكون في عظم. اما جاجولار بالب فطبيعي يكون في عظم وطبيعي ما يكونش في عظم، يعني this is a normal variant. لكن ده ديزيز، ده ديزيز ان ان العظمايه اللي بتفصل السوبيريور سيمي سيركلر كانال عن المخ مش موجوده. طيب افرض ان الموضوع دوت كده، كان في رسمه حلوه قوي بس انا ما لحقتش احطها لكم، لكن هشرح لك انا ببساطه شديده. دلوقتي لو انت العيان ده اي واحد طبيعي بيسمع صوت عالي، ايه اللي بيحصل؟ الاير درام بيتهز، بيتنقل الهزه دي للاوسكلز، الاوسكلز بتنقل الهزه ديت لفين؟ للاوفال ويندو صح كده. الاوفال ويندو بيوديها فين؟ في الفيستيبيول صح كده. الفيستيبيول بيوصلها فين؟ للكوكليا، والكوكليا بتوديها فين؟ لحد الراوند ويندو خلاص. يبقى الكومبريشن اللي نتج عن طريق الساوند ده بقى حصل له دي كومبريشن فين؟ عند الراوند ويندو صح كده، اللي هو الممبرين اللي هيتحرك كده خلاص. يبقى الخبطه دي كلها لفت وراحت بعد كده اتسربت، مفيش اي حاجه مشت في السيمي سيركل كانال صح، لان اللفه دي ملهاش دعوه خالص بالسيمي سيركل كانال، لان السيمي سيركل كانال مليانه ميه والميه مش بتفايبريت مع الايه، مع الصوت. طيب افرض بقى ان السيبيري سيمي سيركل كانال مفتوحه، يبقى اذا ده بيسموه ذا ثيرد ويندو، لان انت عندك اوفال وعندك راوند وعندك ديهيسنس، هو ده بيسموه ذا ثيرد ويندو. لو حصل ان في ثيرد ويندو فالكمبريشن بتاع الساوند بدل ما يمشي في السكه الطبيعيه هيفوت في السيمي سيركل كانال، لان في حته ثانيه فاضيه صح كده. وانس ان حصل هزه في الفلويدز بتاعت السيمي سيركل كانالز، المخ بينتربريت دوت ويترجمه الى يعني هزه في الجيت، يخلي الواحد يبقى مهزوز كده وممكن يطب يقع. فدي رسم لها حاجات كتيره قوي على الانترنت، لو انت دخلت بس وكتبت ديهيسن سندروم ده هتلاقي صور حلوه جدا كتير قوي. نعم اللي هو مش اتاكسيا لكن فينتنج اتاك، يعني بيحصل له زي يعني هزه جامده جدا كده وهو واقف ويحصل له فينتنج، لان هو المخ بيقول ان ده ماشي وهو مش ماشي، يعني كان الواحد ماشي وهو مش ماشي، فلما تيجي تصرخ في ودنه يروح طبيب ساكت خلاص. هي ديت الايه القضيه كلها بتاعت الديهيسن سندروم. طيب انت هتعرف تشخصها ازاي؟ انك انت تعمل كورونا زي ده كده، فتلاقي ان السوبيري سيمي سيركلر كانال في كل الصور اللي انا وريتها لك مش واصله لحد المخ، في عظميه بتفصلها عن المخ، لو ما فيش عظميه يبقى اسمه ديهيسن. بعد كده ابتكروا طريقه معينه في السكان، انك انت تسكان على الانجل او الزاويه بتاعت السوبيري سيمي سيركلر كانال، فتيجي كده ان يو كان سي كل السوبيري سيمي سيركلر كانال من اولها لاخرها، اسمه ساجيتال اوبليك. فلما تيجي تعمل على الجانب اللي هو الديزيزد فتلاقي السوبيري سيمي سيركلر كانال في حته منها ما فيش عظم مغطيها، ان هو شايف في عظم مغطيها كلها من وهي توتالي سيبريتد فروم ذا برين. وانس يو سي ان السوبيريور سيمي سيركلر كانال از نوت توتالي سيبريتد فروم ذا برين، تعرف ان العيان ده عنده ايه؟ سوبيريور سيمي سيركلر كانال ديهيسن سندروم، وما بيحصلش هذا السندروم في الاثنين كانال التانيين لان هما ما لهمش علاقه بالمخ. خلاص يا جماعه؟ فاهمين؟ طيب اي هوب. طيب دي بقى اخر حاجه تقريبا اللي هو ديفيشن نيرف نيروم. الفيشن نيرف بيطلع فيه نيروما كويس، والفيشن نيرف زي ما احنا اتفقنا بيطلع من البونس يمشي في السيربيلو بونتاين انجل وبعدين يخش جوه الانتيريور كانال وبعدين اللفه اللي احنا قلنا عليها. ينفع الفيشن نيرف يطلع فيه نيروما جوه الانتيريور كانال؟ ينفع طبعا، طبعا ينفع، بس انت كل لما تلاقي كوره جوه الانتيريور كانال تقول دي مين؟
acoustic neuroma. ليه؟ لأن الacoustic neuroma تمثل 90% of the lesions at the cerebellopontine angle. يعني compared to the facial neuroma مفيش نسبة. مفيش نسبة. طيب الacoustic neuroma تبوظ الفيشال نيرف ولا لأ؟ مفرد طلع acoustic neuroma جوه الانتيريور كانال والفيشال نيرف كمان ماشي جوه الانتيريور كانال مش هيتفعس؟ هيتفعس. يجي للعيان اللي عنده acoustic neuroma يجي له فيشال نيرف بولسي ولا لأ؟ لأ. انت شفتها؟ ما شفتهاش خالص. ليه؟ لان الفيشال نيرف بيستحمل البريشر كتير قوي عن التاني. العكس بقى صحيح، ان لو العيان طلع له فيشال نيروما جوه الانتيريور كانال يجي له سنسوري نيورون هيلينج لوس، خلاص. لكن لو جاله اكوستيك نيروما ما يجيلوش فيشال نيرف ايه بولس. يبقى انت ممكن بالكلينيكال تفرق، بس انت من الايمجينج انت عارف ان دي ذا موست كومن. فكل لما تلاقي ماس جوه الانتيريور كانال تعرف ان ديت ايه اكوستيك نيروما مش فيشال نيروما. غير كده بقى الفيشال نيروما بتطلع قرب الجانجليون بتاعته، ما بتطلعش جوه الانتيريور كانال، بتطلع عند الجريكيليت جانجليون. فتلاقي مثلا عيان زي كده، ده المكان المفروض ان ادي الانتيريور كانال وبعدين فيشال نيرف كانال هتطلع كده وتنزل كده، اند ذس از ذا ليجن. اي واحد هيبص على ده هيقول دي كوليستياتوم، صح كده ولا ايه؟ نون ديبندنت اوباستي وما اعرفش ايه ايه ايه. اذا وات يو نيد از تو انجكت كونتراست، صح؟ عشان ايه؟ النيروما هتاخد صبغه والكوليستاتوما مش هتاخد صبغه. طيب يبقى اذا يو كان دايجنوز الفيشال شوانوما باي كلينيكال بالسيمتومز نمره واحد، وكذلك بحقن الصبغه انك انت تلاقيها واخده صبغه. لو انت برقت شويه في الكورونا دوت كده، اند ذس از ذا كوكلي، كلنا عارفين صح؟ فوق الكوكلي كان في ايه؟ نقطتين اللي هم يمثلوا مين؟ الفيشال نيرف. بدل النقطتين دلوقتي بقى فيه ايه؟ ماس، والماس دي عامله بون ايروجن وقرضت العظم اللي فوق وبتاع. اند باي ام ار اي يو كان سي انهانسمنت اوف ذا ماس. دايما لما نيجي نلجا للصبغه بنحن في الام ار افضل بكتير من السي تي. Then you know that this is a tumor of facial nerve origin and it represents the facial schwannoma. جوه الانتيريور كانال في كام نيرف؟ اربعه، اللي هم اتنين جنب بعض فيستيبولر، واحد فوق فيشال، واحد تحت ايه؟ كوكلي. لو انت عملت ام ار اي ولقيت اتنين جنب بعض فيستيبولر، واحد فوق فيشال والرابع مش موجود، يبقى دوت اسمه ايه؟ كوكيولر نيرف اتروفي. لو الراجل بتاع الانف واذن بعت لك عيان وقال لك شوف لنا عنده كوكيولر نيرف اتروفي ولا لا، يبقى الفحص المثالي هو ساجيتال اي تي 2 ام ار للبترس، خلاص؟ عشان تلاقي دولت موجودين والكوكليير نيرف مش موجود. ايه اللي هيخلي الكوكليير نيرف يبقى اتروفي؟ يا اما اسكيميكال تشينجز، يا اما انفكشن، يا اما بوست تروماتيك، اند ذا نيرف ديجنريت يو كان نوت سي ان ذا سكان. لان العيان دوت لازم برضه هيكون عنده ايه؟ سنسوري نيورال هيرنج لوس. شويه اسئله بقى بسرعه عشان تخلص. ها؟ مين؟ كوليستاتوما فيرسس انفكشن، تختار مين؟ ايه؟ انفكشن؟ طيب هنا الليفل دوت تقريبا قريب من ده. ذيس ار ذا اوسكلز، هنا مفيش اوسكلز. الليفل بتاع الايس كريم كون، الايس كريم كون موجود، مفيش ايس كريم كون. احنا قلنا ان البون ايروجن ممكن يبقى موجود في الكرونيك اوتيتس، ولكن لما يكون بطريقه اكتر من الطبيعي وفالمينيتنج اند ذا وول اوف ذا ميدل اير كافيتي والماستويد انترم والحته اللي بره كمان بتاعته قربت تتقرض، then you know that this is كوليستاتوما. اوكي. مالجنانت، ما لازم المالجنانت اوتيتس لازم نمره واحد كلينيكال، ولازم اشوف الصور اللي فيها الاكسترنال ديتي كانال، ولازم الاقي ماس في الانهانسمنت في الانفرا تمبرال فوسا. كل دي حاجات مهمه. طيب نعم، دوت طلع ايه؟ هو كان ترانسفيرس فراكشر بس الصوره ما بانتش. طيب خلاص بانت في مره بس. خلاص طيب ايه دوت؟
الليجن الاول شمال ولا يمين؟ بعون ال شمين شمال. طيب ايه اللي موجود في الشمال؟ اتريزيا. انهي نوع من الاتريزيا؟ بوني. على الناحيه اليمين في كنال وفي هواء وكل حاجه، على الناحيه الشمال مفيش حاجه خالص، في عظم في عظم في عظم، يبقى بوني اتريزيا والدكسترنا دي كنال. حد هيقول دي سوفت تيشو اتريزيا، نقول لك لا، لان الاكسترنا دي كنال ما بتبانش في مقطع واحد، لازم تبص عليها في مقاطع كتيره لحد لما توصل الهواء اللي جوه بالهواء اللي في الشارع. خلاص. طيب اوكي. malignant otitis external، في soft tissue enhancement وفي erosion of the extended canal obstruction of the canal by soft tissue densities، كل ده برضو محتاج history، يعني محتاج ان العيان ده يكون diabetic وانه يكون عنده signs of infection. اوكي، مين ده هوت؟ الاتك. طيب وده superior semicircular canal، وده هوت تجمنت تمباناي. ايه التشخيص اللي هنا؟ كوليستياتوما نون ديبندنت اوباستي وارقاضه السكيوتم وارقاضه التجمن وارقاضه اللاترال سيمسيركلر كانال وارقاضه الفيشل نيرف كانال اللي هي في الكورونا الباين. اوكي. طيب مين؟ fibrous dysplasia. Bone expansion with ground glass appearance represents fibrous dysplasia, one of the lesions that affect the vitreous bone. Okay. Yeah. انه واحد فيهم ده؟ جاجلر بالب ماله؟ دهيسنت. دهيسنت يعني مفيش عظم هنا. لو طلع هنا جلوماس سهل قوي انه يخش هنا، لو دخل هنا يبقى اسمه جوجيلو تمبانيكم جلوماس. This is dehiscent jugular bulb. بس ايه الفرق ما بيننا وما بين الجلوماس؟ ان الوول بيبقى ايرودد في الجلوماس والوول بيبقى انتاكت في اللي في النورمال جوجيلر فصل. طيب ده عيان عنده 16 سنه وعنده سنسوري يورينال هيلينج لوس بعد المينينجايتس. اسكليروزس فين؟ البيزل تيرن اوف ذا كوكليا. مظبوط كده. This is the basal turn of the cochlea وفيها bone sclerosis وده النيش اوف ذا راوند ويندو، يعني العيان ده عنده labyrinthitis ossificans. طيب اناتومي مين دوت؟ internal digital canal. وده vestibular aqueduct. ممتاز. وده posterior semicircular canal. وده head of the malleus. وده lateral semicircular canal. التشخيص اللي هنا dehiscent superior semicircular canal. ادي الفيستيبيول وادي superior semicircular canal، مفيش عظم بيفصلها عن البرين. دي lateral semicircular canal والفسفس اللي هنا ده the facial nerve، وده هوت الايه الكوكليا، ودي الانترنال ديت كانال. يبقى دوت superior semicircular canal dehiscent syndrome. دوت ترانسفيرس لونجيتيودينال فراكشر ومعاه اربع حاجات نورس سبلكسيشن اوف ذا انكودوماليال جوينت هيموتيمبانم مالو نومو لابيرنث في هواء جوه دي 1 اند هاف تيرنز اوف ذا كوكليا وفيها نقطه هواء هنا نومو لابيرنث. ايه كمان؟ لابرينثاين فيستلا. ادي اللاترال سيم سيركلر كانال اهي، في حته منها بقت كوميونيكيتنج مع الايه؟ مع الميدل اير كافيتي. يبقى دولت الاربع حاجات. هيموتيمبانم احنا قلنا اي حاجه توصل الانر اير بالميدل اير يبقى اسمها لابرينثاين فيستلا. فالمفروض ان اللاترال سيم سيركلر كانال دي متحوطه بعظم جميع الجهات، لكن بعد الفراكشر بقت متوصله بالميدل اير كافيتي يبقى اسمها لابرينثاين فيستولا. يبقى في هيموتيمبانم نزيف جوه البتاع، سبلكسيشن اوف ذا انكودوماليال جوينت، لابرينثاين فيستولا، اند نومو لابرينث يعني هواء جوه الايه النومو جوه اللابرينث. كوليستياتوما
نون ديبندنت اوباستي، وادي الاير درام، وادي السكيوتم مقروض كومبيرد للسكيوتم الناحيه الثانيه، ان ذيس از اكوايرد كوليستياتوم.